طبعا كنا نحب جدا نبتدي مع حضراتكم حلقتنا النهارده بجمله نهاوندق الشهيره، جمله صباح النصر، بس معلش هنمشيها النهارده صباح الفل على حضراتكم. واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وبعدين ملحوقه ان شاء الله جايات اكيد كتير ولسه قدامنا مشوار طويل سواء محليا او افريقيا. صباح العسل. هقول صباح النصر برضو، ليه لا؟ نقول ليه صباح لا النصر صحيح. كل حاجه في الدنيا مكسب وخساره، كل حاجه في الرياضه مكسب وخساره، مفيش مشكله. الفكره بس او العبره بتكون بالنهايات باذن الله. برضو احنا في الطريق العشرة. صباح الخير على حضراتكم، حلقه جديده واخر الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. اكيد النهارده الحلقه مش هتخلو يعني بالحديث على مباراه امس وكمان الحديث على ما هو قادم، لكن خليني انوه برضو الفقرات الثانيه مع حضراتكم النهارده هتبقى ايه. هنبقى في فقره كامله عن اتحاد التنس مع الاستاذ وليد سامي نائب رئيس الاتحاد، وهيبقى معانا فقره اللي ناس كتير جدا بتطلبها كل فتره، دكتور مروه نوح خبيره التغذيه، وهنختم ان شاء الله مع كابتن ابراهيم عبد الصمد نجم الاهلي السابق. لكن هنبتدي مع حضراتكم اكيد بخبر وصول بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى القاهره بعد مباراه اكيد هنتعلم من كل اخطائها. الاهلي خسر بهدف دون مقابل امام فريق سيمبا التنزاني. طبعا احنا بقالنا يومين او يمكن اكتر بنتكلم مع حضراتكم عن شويه ظروف وملابسات محيطه بهذه المباراه واجواءها العامه، فيما يتعلق بدرجات الحراره المرتفعه، فيما يتعلق بالرطوبه العاليه جدا، فيما يتعلق بان احنا لعبنا مباراه في استاد فيه حوالي 30,000 ان ما كانش اكتر، 30,000 حنجره كلهم بيهتفوا للفريق المنافس. طبعا اللي احنا بنقوله ده ممكن الناس تفتكر ان هو يعني شكل من اشكال المبررات، لكن اكيد زي ما قال حتى المدير الفني نفسه بيتسو موسيماني اكيد هيشتغل على كل الاخطاء ويعالجها، عشان لسه المشوار طويل محليا وافريقيا. ما عندناش وقت يوم الاحد الجاي ان شاء الله في مباراه للنادي الاهلي امام طلائع الجيش، وبعدها مباراه فيتا كلوب يوم الجمعه 5 مارس باذن الله. أنا هاخد من كلامك يعني أكيد في أخطاء، لا في أخطاء هنحللها، هنحللها أكيد على مدار يعني اليوم في قناة الأهلي، وأكيد برضو هنحللها ونشوفها مع ضيفنا في الفقرة الأخيرة النهاردة. لكن بعين المشاهد نقدر نقول أه كان في أخطاء، ما كانش في استحواذ، كان في قوة من الفريق الآخر، كان في بس يعني احقاقا للحق الهدف اللي جه فينا كان صعب جدا اي حارس مرمى ان هو يصده، يعني ليس دفاعا عن الشناوي يا جماعه بس بالعين كده الجول كان قوي، يعني الجول اللي جه فينا كان صعب جدا ان انت تصده، ومباخت وقوي وبزاويه صعبه، ومع ان برضه يعني كالعاده الشناوي برضه يعني عنده الريفلكس يعني السريع بس طبعا طبعا ما اقدرش الوم الشناوي بصراحه يعني، ولكن ما كانش فيه يمكن لو هنتكلم عن الاهلي الشراسه الهجوميه اللي احنا شفناها قبل كده في ماتشات مختلفه حتى على ارض الخصم مش على ارضنا، يعني انت عارف دايما بيقاس الموضوع لما بتلعب على ارض الخصم مش على ارضك، على ارضك بيبقى ليها ربما ظروف افضل، لكن لما نيجي نتكلم على ارض الخصم برده الشراسه الهجوميه اللي بتكون في بدايه المباراه او من اول الدقائق الاولى يعني بتفرق جدا، ده اللي كان الاهلي معودنا عليه. لكن على كل حال خليني برده اروح مع حضراتكم لاستكمال الخبر. بيتسو موسيماني كان قال المباراة كانت من الممكن ان هي تلعب في ظروف افضل من هذه الاجواء الصعبة اللي كلنا شاهدناها امس، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم، كلنا ثقة ان الفريق قادر على حسم الصعود على المجموعة الاولى في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا خلال المباريات المقبلة، ولسه امامنا اربع مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود. زي ما موسيماني كده قال هنعمل يعني هنقول ان دي البداية، لكن ان شاء الله اللي جاي يكون افضل بكتير. طيب زي ما قالت لنا هواد لحضراتكم من شويه ان شاء الله في الفقره الاخيره من حلقه النهارده اكيد هنتكلم بتفاصيل اكتر من كده بكتير فيما يتعلق بمباراه الامس، ولكن خلونا نعمل برضو دلوقتي اللي بنعمله معاكم في بدايه كل حلقه، نتابع سوا حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره. طبعا حضراتكم عارفين النهارده الفجر مش عارف انت حسيتي بده ولا لا، بس كان في مناطق كتير في القاهره طبعا في محافظات وخصوصا الساحليه الدنيا كانت هيصه هناك، لكن كان في برق وكان في رعد وكان في امطار وحاجات ما لحقناهاش دي النهارده. عموما تعالوا نشوف من خلال هذا الفيديو درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمة هتكون عاملة إزاي، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
طيب وبما اننا داخلين على ويك اند وبما ان كتير جدا من الناس بيبقى عندهم مثلا اما سفريات في الويك اندز او انهم عندهم مثلا مشاوير مؤجله، فخلونا نتعرف اكتر على حاله الطقس وعلى درجات الحراره المتوقعه خلال الايام القليله القادمه من خلال الدكتور محمود شاهين وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتور محمود. صباح الفل استاذ كريم واستاذ نعوان، اهلا بيكم وكل محبي قناه الاهلي. اهلا بيك، صباح الفل على حضرتك. طبعا النهارده الصباح الباكر كان الاجواء فيه عاصفه الى حد كبير في الكثير من محافظات ومناطق مصر المختلفه. ايه الاجواء المتوقعه الايام الجايه ان شاء الله على مدار الثلاث اربع ايام الجايين انكلود يعني شاملين طبعا الويك اند؟ هو طبعا الحمد لله الحاله حاله عدم الاستقرار تعتبر انتهت الحمد لله خلال الساعات القادمه. بالنسبه للقاهره والوجه البحري وسواحلنا الشماليه الاجواء استقرت بشكل كبير، قلت كميات السحب. احنا قلنا النهارده يعتبر من ظهر اليوم الاحوال بتبدا تستقر بشكل كبير. درجات الحراره بقى في سطوع زياده سطوع اشعه الشمس النهارده هيخلي درجات الحراره في المعدلات الطبيعيه حوالي 20 درجه مئويه او 21 درجه كمان خلال فترات النهار، لكن الفتره اللي جايه ما زال هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحراره فترات الليل الساعات الاولى من الصباح، فارق العشر درجات او اكثر بين العظمى والصغرى، بيتطلب طبعا مننا كلنا ان احنا نستمر في الالتزام بارتداء الملابس الشتويه الثقيله على مدار اليوم، ما نحاولش نخفف ملابسنا خالص خلال ما تبقى من فصل الشتاء. شبوره مائيه هنشوفها في الويك اند في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه والطرق السريعه القريبه من المسطحات المائيه، هنكون حذرين جدا اثناء توجهنا الى المناطق الساحليه او محافظات الوجه البحري خاصه في الوقت اللي هو بعد الفجر ولغايه الساعه 7 صباحا او 8 صباحا بالكثير. يعني بخلاف كده الاجواء مستقره، فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه من السواحل الشماليه الدلتا الوجه البحري القاهره الكبرى، يعني حاجات خفيفه كده غير مؤثره ان شاء الله. حتى المحافظات الساحليه يا دكتور محمود؟ حتى المحافظات الساحليه فرص الامطار عليها امطار خفيفه ان شاء الله وغير مؤثره على كافه الانشطه اليوم. جميل. طيب دكتور محمود اسمح لي اروح مع حضرتك برضو، انا عايز احلل معاك امس المباراه. طبعا حضرتك اكيد تابعت المباراه واكيد يعني متضايق زي اي اهلاوي هيكون متضايق طبعا، لان احنا دايما متعودين ان الاهلي بيفرحنا وبيفوز، ولكن ده الحال يعني مكسب وخساره كره القدم مفيش مشكله. لكن امبارح احنا لما بنتفرج كنا بنلاحظ ان اللعيبه عندنا يعني مقارنه بلعيبه سيمبا في فرق كبير قوي على الشكل، حتى لاعبتنا كانوا عرقانين جدا، تحس ان هم برضو تعبانين اكتر من الفرقه الثانيه، اكيد بطبيعه الحال لان هم واخدين على الجو ده فريق سيمبا. لكن اللي احنا شفناه ده هل فعلا درجه الحراره والرطوبه اللي حضرتك كلمتنا عنها لهذه الدرجه ممكن تكون مؤثره على الاداء اداء اللعيبه امس؟ طبعا مفيش كلام يا فندم، دي حاجه اساسيه اللي احنا بنقول دايما المناطق دي مشكلتها في ارتفاع نسب الرطوبه وقله الاكسجين. طبعا الرئه اتعودت على كميه معينه من الاكسجين خاصه اثناء التدريب، لان هو الماتش عباره عن حاله من حالات التدريب. فطبعا هم بتدرب ومتعود على طريقه تدريب معينه على كميه اكسجين داخل الرئه معينه، فطبيعي لما الوضع بيتغير مع التوتر في الملعب طبعا كمان اضافه ثانيه، فطبعا كل ده بيأثر على اللعيبه وبيأثر بيحاول يطلع بيبقى حاسس ان هو بيبذل مجهود بس مش ما بيطلعش صحيح النتيجه في الجسم اللي هو عاوزها، مش ده اللي هو متعود عليه لما بيبذل المجهود ده. فطبعا لا بتفرق طبعا، بس الحمد لله يعني الاهلي زي ما هو، واه طبعا زي اي حد من جمهور الاهلي زعلان على الثلاثة بونت، بس طبعا الرياضه كده واحنا متعودين ان الاهلي دايما بيجيب لنا النتيجه النهائيه في الاخر، دي اهم حاجه. ان شاء الله ان شاء الله الطريق للعشره زي ما احنا بنقول باذن الله. بنشكرك انا وكريم جدا يا دكتور، شكرا لك. انت لاحظت ده امبارح؟ اكيد، ما طبعا. وبعدين كانت باينه جدا، باينه، وبقول لك وكانت متوقعه الى حد كبير بدليل ان اليومين اللي فاتوا قبل المباراه على طول كتير جدا من الناس كانوا بيتكلموا تحديدا عن تفصيله الرطوبه وانعكاساتها السلبيه على اللاعبين اللي مش متعودين على النوع ده من الاجواء، بس ان شاء الله ربنا يصلح الحال، لسه المشوار طويل. لسه طبعا. خلينا بقى نتابع مع حضراتكم زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا سلا حامد من مقر النادي دلوقتي موجوده بالجزيره. سلا صباح الخير عليكي، صباح عليكي انا وكريم وكل دلوقتي متابعي 10 الصبح في الاهلي، اتفضلي.
يا صباح الفل، بصبح عليك يا نهاوند وبصبح عليك يا كريم طبعا، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار اللي متعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه، يعني سواء الفريق الاول لكره القدم او النشاط الرياضي. وخلينا الاول ابتدي بخصوص الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. وبعد رحله طويله من تنزانيا، الفريق او البعثه وصلت امبارح الساعه 1:30 صباحا، ويعني النهارده ان شاء الله الفريق هيكون في راحه سلبيه من التدريبات النهارده وبكره، وهيعودوا مره اخرى للتدريبات يوم الجمعه. التجمع هيكون الساعه 2 والتدريب هيكون الساعه 3 على ملعب مختار التتش. خلاص لاعبي النادي الاهلي قفلوا صفحه بطوله افريقيا وهيركزوا فيما هو قادم، المباراه القادمه في بطوله الدوري امام طلائع الجيش. المباراه هتقام يوم الاحد ان شاء الله الساعه 7:30 على ملعب استاد الاهلي والسلام في الجوله 14 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. ده بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلينا نروح لأخبار النشاط الرياضي، وهبتدي بالفريق الأول لكرة السلة سيدات تحت قيادة الكابتن علي هاشم بعد فوزهم على نادي سموحة في المباراة الماضية، ويعني كانوا في راحة سلبية أمس. النهاردة إن شاء الله هيعودوا مرة أخرى للتدريبات الساعة 6 على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر بدلا من صالة الشهداء بمقر النادي. ويعني نقل التدريبات من صالة الشهداء لصالة الشباب والرياضة عشان لاعبي النادي الأهلي أو لاعبات النادي الأهلي يعني يتعودوا على أجواء المباراة ويستعدوا بشكل قوي جدا للمباراة القادمة واللي هتكون يعني أمام نادي سبورتينج يوم السبت القادم. مباراة مهمة، مباراة صعبة هتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي سبورتينج، وهتكون المباراة دور النهائي في بطولة كاس مصر. هتقام أيضا على نفس الصالة، صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر الساعة 7. ويعني قرر الكابتن علي هاشم المدير الفني للفريق إن هو هيكون في تمرين النهاردة وبكرة كمان، ولكن بعد تمرين بكرة الفريق هيدخل في معسكر مغلق، وقرر إن هو يصطحب معاه 15 لاعبة في المعسكر من الفريق. وهيكون يعني كمان متواجدين الغيابات اللي انا يعني قلت عليها اخر مره، وهم نور علي طلعت ونادين سلعاوي ومي حلوه. يعني نور علي طلعت بعد ما تعافت من فيروس كورونا هتكون موجوده خلاص بنسبه كبيره في المعسكر مع الفريق، ونادين سلعاوي بعد ما اشتكت من جزع فيه غضروف الركبه هتكون خلاص موجوده لان هي خلاص تعافت بشكل كامل. ومي حلوه يعني النهارده ان شاء الله خلال التمرين هتعمل زي تيست على رجليها، يعني بعد ما اشتكت من طبعا مزق في السمانه هتعمل تيست على رجليها خلال التمرين عشان نتاكد اكتر ونطمن هل تقدر تشارك بصورة كاملة في المباراة أم لا. ده بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة السلة سيدات. خليني أروح لأخبار رجال السلة، والنهاردة إن شاء الله هيتمرنوا بشكل طبيعي الساعة 4 على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي عشان يعني يستعدوا بشكل قوي لعودة المباريات مرة أخرى في شهر مارس الشهر المقبل. وأول مباراة إن شاء الله النادي الأهلي هتكون أمام الجزيرة في بداية الشهر، وده طبعا يعني المباريات كانت متوقفة بسبب مشاركة منتخب مصر لكرة السلة في تصفيات بطولة أفريقيا في تونس. وخلاص يعني المنتخب رجع امبارح من تونس والمباريات هتعود في بداية شهر مارس. ورجال الطايرة النهاردة ان شاء الله يعني هتمرنوا على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية الساعة 10 يعني يمكن التدريب بدأ دلوقتي، والفترة المسائية إن شاء الله هتكون الساعة 6، وده هيكون استعدادا للمباراة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله أمام نادي سبورتينج الساعة 4 أيضا على نفس الصالة دايما بتمرن عليها الفريق، صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي. وسيدات الطايرة النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 5:30 على صالة الشهداء بمقر النادي، وبكرة كمان عندهم تمرين، وبعد التمرين هيتجهوا مباشرة لمدينة الإسكندرية لدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة القادمة أمام نادي دلفي يوم الجمعة الساعة 4 العصر على صالة بايونيرز في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة. يعني من المفترض يا نهاوند ويا كريم ان مباراة دلفي كانت تقام يوم الاثنين الماضي، ولكن يعني تم تأجيلها من قبل الاتحاد المصري للكرة الطايرة ليوم الجمعة، فالفريق ان شاء الله يعني هيسافر بكرة استعدادا للمباراة. ويعني استكمالا لاخبار جميع الفرق الرياضية كمان خلينا نتكلم شوية عن كرة اليد. ورجال اليد النهاردة ان شاء الله هيختموا خلاص استعداداتهم لمباراة غد امام نادي الاولمبي المصري، والمباراة يعني اللي هتقام الساعة 6 على صالة حسن مصطفى في بطولة الدوري. وسيدات اليد يعني بعد فوزهم أمس على نادي الطيران في الدور الثمانية من بطولة كاس مصر بنتيجة 40-17
كده خلاص يعني سيدات اليد هيكونوا حجزوا مكانهم في الدور النصف النهائي من البطولة. وكمان يمكن كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق خلال تصريحاته أمس يعني أكد أنه هو وعبر عن يعني سعادته بالمباراة وبأداء الفريق لأن هم أدوا يعني أداء قوي جدا وعرض يعني متميز من لاعبات النادي الأهلي، ويعني ده ظهر على مدى الشوطين وعلى المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي، فهو كان سعيد جدا بالأداء ويعني أكد أنه إن شاء الله البطولة يعني هتكون من نصيب النادي الأهلي وأن هم جاهزين بشكل كبير جدا لحصد لقب البطولة. مش بس كمان سيدات اليد هم اللي يعني امبارح فرحونا وحققوا الفوز، كمان الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي حققوا الفوز أمس على نادي الزمالك بنتيجة 7-6 في بطولة الدوري، والمباراة اللي أقيمت بنادي هليوبلس امبارح يعني فازوا وقدموا أيضا يعني عرض قوي جدا وأداء متميز على مدى الشوطين. وكان برضو يعني المدير الفني كان سعيد جدا بأداء كل لاعبي نادي الأهلي خلال المباراة. نهاوند يا كريم، دي كانت أهم وأبرز الأخبار والأجواء كل الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي. أنا طبعا معكم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. طب نشكرك جدا يا سلا على التغطية دي، شكرا لك. طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق مع زميلتنا العزيزة ومراسلتنا مريم سميح، هنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية وأهم المانشيتات تحديدا، واللي من ضمنها مانشيت بيحمل اسم ليفاندوفسكي. أكيد عندنا فضول نعرف مسألة الرقم اللي هو حطمه مؤخرا، وأيضا عنوان ليه علاقة بأن اتحاد الكرة بيدرس الدفع بالمحكمات أو الحكمات في مباريات كأس مصر. فطبعا التفاصيل هنتعرف عليها أكثر مع مريم. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا زي ما انت قلت يا كريم، عندنا عدة عناوين يعني هامة جدا في الوسط الرياضي من مختلف المواقع والصحف المحلية والعالمية، ولكن الحقيقة يعني الملف الأبرز اللي موجود خلال الساعات الماضية ولسه مستمر معانا يعني حتى الساعات المقبلة هو ملف إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وفي هذا الشأن يعني الحقيقة قدمت صحيفة الشروق ملف كامل أو تحقيق عن يعني هذه الأزمة، فهنتكلم. والعنوان الأبرز هو اتحاد اليد ينتظر الخطاب الرسمي لإيقاف هشام نصر، رئيس الاتحاد الدولي يكشف للشروق أسباب القرار ومتى يحق لنصر الاستئناف، كمان إلغاء بطولات العالم للشباب والشابات والناشئين وإقامة تصفيات طوكيو وكأس العالم للسيدات. يعني الملف بدأ الكلام بأنه بينتظر الاتحاد المصري لكرة اليد القرار أو الخطاب الرسمي الخاص بقرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لمدة سنة بعد مخالفته القواعد خلال بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت على أرض مصر خلال شهر يناير الماضي. كمان كشف مصدر داخل الاتحاد المصري أن أعضاء الاتحاد على علم تام طبعا بقرار إيقاف هشام نصر، ولكنهم ينتظرون الخطاب الرسمي أو القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة. يعني كمان وبذلك يغيب هشام نصر بعد هذا القرار عن الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة اليد، والمقرر أن هي تقام خلال شهر سبتمبر المقبل. كمان كشف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في تصريحات خاصة لصحيفة الشروق أن، وكمان اتكلم عن يعني أكتر عن كواليس وقرار إيقاف هشام نصر، قال السبب وراء إيقاف هشام نصر هو اختراقه الفقاعة الطبية خلال تواجده في البطولة طبعا خلال شهر يناير الماضي لأكثر من مرة، وتم رصد خرقه للفقاعة وكادت لجنة المسابقات كمان أن تعاقبه خلال الفترة أو خلال المدة اللي كانت بتقام فيها البطولة، ولكن حسن مصطفى ده تدخل بنفسه زي ما أكد لصحيفة الشروق حتى لا يتم يعني التأثير على مشوار المنتخب في البطولة. وكمان قال أنه من حق هشام نصر أن يستأنف على هذا القرار بعد وصوله لمصر مباشرة، ده طبعا بعد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالإجماع واللي تم اتخاذه قرار بإيقاف هشام نصر يوم الجمعة الماضية، وتم رفع القرار لمجلس الإدارة، وأن المقرر أن هو يصل لمصر خلال الساعات القليلة المقبلة.
ومن موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيدرس الدفع بالمحكمات في مباريات كأس مصر. يدرس مسؤول اتحاد الكرة الدفع بالمحكمات في مباريات دور 16 لكأس مصر خلال الفترة المقبلة، ومباريات كمان القسم الثاني، من أجل تجهيزهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي. يمكن التجربة دي يعني عايز يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أن شهدت مباريات يعني دوري أبطال إفريقيا، زي ما احنا شفنا امبارح كمان الدفع بالمحكمات في مباريات دور المجموعات في البطولة. ويرغب مسؤول لجنة الحكام باتحاد الكرة في منح المحكمات يعني أكثر من مباراة لزيادة الخبرة لديهم والتواجد في البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي. ومن روسيا اليوم، ليفاندوفسكي يحطم رقم أسطورة ريال مدريد على لائحة هدافي دوري الأبطال التاريخية. حطم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم المسجل باسم أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليز، وبات الهداف الثالث التاريخي لدوري أبطال أوروبا خلف النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وحقق فريق بايرن ميونخ الحقيقة الألماني فوز عريض على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وطبعا يعني سجل ليفاندوفسكي هدفه المبكر في الدقيقة 9، وبذلك الهدف وصل النجم البولندي للهدف رقم 72 له في تاريخ يعني مشاركته في دوري أبطال أوروبا، وده طبعا يعني لحطم رقم راؤول جونزاليز الذي سجل 71 هدف في أعرق المسابقات الأوروبية. ومن بوابة أخبار اليوم، جيرو أشعر بالفخر بعد هدفي الأكروباتي في شباك أتلتيكو مدريد. أعرب الدولي الفرنسي أوليفي جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة جدا بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال أوروبا، وسجل جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 إثر لعبة أكروباتية رائعة، ومن خلالها يعني مارس أتلتيكو القهر على أتلتيكو مدريد ليرفع رصيده في المسابقة إلى 6 أهداف. كمان قال جيرو: جئنا هنا بنوايا قوية للفوز واللعب بطريقتنا، كنا نعرف أننا نستطيع خلق المتاعب هجوميا، كنا أقوياء في الخلف بهذا التشكيل الدفاعي وسعداء بالفوز، وكان انتصارا مستحقا. وأضاف: تعرف كم هو مهم أن نسجل هدفا خارج الديار في المسابقات الأوروبية، ولهذا أشعر بالسعادة مساعدة الفريق. وأخيرا في ختام جولتنا الصحفية بنفكر مشاهدينا بمباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني ومازيمبي في تمام الساعة 3 عصرا، كمان في كأس مصر أسوان وسوهاج في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان في دوري أبطال أوروبا أتلانتا وريال مدريد في تمام الساعة 10 مساء، كمان مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء، وأخيرا في الدوري الإسباني برشلونة وألتشي في تمام الساعة 10 مساء. دي كانت جولة في أبرز العناوين الصحفية الصادرة صباح اليوم من مختلف المواقع والصحف العربية والمحلية وكمان العالمية. بشكركم جدا، العودة إليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وكمان أكيد طبعا شكرنا موصول للزميلة سالة حامد. شكرا جزيلا ليكم. عجبني قوي خبر بتاع يوم السابع اللي هو اكيد انت عارف ان واحد يعني بطبيعه الحال اتحاد الكوره بيدرس الدفع بالمحكمات في مباريات كاس مصر. اعتقد دي خطوه حلوه لان احنا اوريدي عندنا محكمات، اتكلم بقى عالميا في من زمان جدا يعني، ومش بس في رياضه كره القدم، كان في رياضات مختلفه طبعا. وفي مصر احنا عندنا، فدي خطوه جميله جدا. وانا على فكره متابعاهم من فتره، كان في كتير تصريحات ليهم كانوا بيقولوا احنا لسنا اقل يعني من الرجال، وفكره ان انت يتم تدريبهم وتاهيلهم، فاعتقد دي خطوة يعني متحضرة جدا. أنا مبسوطة إن احنا بنتكلم بالمستوى ده حقيقي. عارفه كده بتسعدي اي جدا. حاجه ليها علاقه بتمكين المراه وكده يعني، بس هو فعلا خبر كويس. بص يعني العبره بالكفاءه وليس بالنوع. صحيح. يعني انا طول صحيح. عمري مؤمنه بده، مفيش حاجه اسمها عشان انت ذكر فانت افضل، عشان هي انثى فهي اقل، مش الكلام ده، العبره بالكفاءه بس كده. خلينا بقى ننتقل للرياضه دلوقتي العالميه، ونروح لرياضه السباحه تحت الجليد. رقم قياسي يعني تم تسجيله من سباح تشيكي، غطس ديفيد فانسل أطول مسافة وصلت لكام بقى؟ 80.9 متر،
وهو بيحبس كل ده انفاسه. خلينا يعني اذكر على ما اذكر اذكر على ما اذكر من ما كنت داخل اخد شاور وخصوصا في الشتاء لو المايه سقعت عليا فجاه تلاقيني بكسر من الثانيه في اول البانيو. والله العظيم ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي احنا شفناه ده؟ هو السؤال ايه اللي حصل؟ السؤال ليه؟ يعني ليه؟ يعني ليه يعني اسبح تحت الجليد وبعدين انت شايف المنظر؟ طب افرض خلي بالك من حاجه، هو بينزل وخطر جدا لو معرفش يطلع تاني من نفس المكان، لان هو جليد بطبيعه الحال ممكن بيحصل لناس كتير بتغرق. لكن طبعا مش على المستوى الاحترافي، بس برضو ليه يبقى السؤال؟ بس مش دي المشكله. طب هقول لك نازل وغطس وقاسي بس مش يلبس بقى بورنوس فوطه تخينه كده، طلع بيتمشى عادي بياخد تان في وسط التلج. انت يعني مش عارف احساس احساس درجات الحراره ميت عند الناس اللي بتعمل النوع ده من الامور. طبعا. طيب على كل الاحوال هنروح بقى لرياضه ولعبه التنس، حيث تغلب اللاعب الامريكي سباستيان كوردا على الفرنسي جو ويلفريد تونجا بمجموعتين دون مقابل في الدور الاول لبطوله البطوله دي تخصك. ايه بقى؟ سو دي فرانس. سو دي فرانس. الله. نروح بقى لسباق الدرجات، وده سباق طبيعي بقى، رياضه طبيعيه. فاز السلوفيني تيدي بوكتشر دراج فريق الامارات بالمرحله الثالثه لطواف الامارات بعد منافسه حاميه مع البريطاني ادم بيتس في الامطار الاخيره عشان يعزز بقى من موقعه في صداره الترتيب العام. طيب واحنا كده تقريبا الانترو بتاعنا خلص، الفقره الاولى الاخباريه يمكن هنختمها بخبر معاك يا كريم، بس اسمح لي قبل ما نختم بس انا عايزه افكر الناس بالفقره بتاعه التغذيه، لان زي ما كنت بقول لحضراتكم ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت يمكن احنا ما كناش نقدر ان احنا نعمل تغذيه، لان كنا يعني عندنا ما هو اهم، وكانت فكره هنا الاهلي والماتشات والبطولات المختلفه. لكن عدنا مره تانية وفكره التغذيه اللي بتهم ناس كتيره جدا، بتحبوا او بيحبوا ان هم يعني يستفسروا عن مشاكل او استشارات معينه. فالفقره دي هتكون معانا دكتور مروه نوحه طورنا وهي خبيره التغذيه. يعني تابعونا، انا في اسئله كتيره اتبعتت ان شاء الله نحاول ان احنا نجاوب عليها في خلال الفقره يعني، بس اكيد كلنا هنستفيد، فقره اكيد في غايه الاهميه. تمام. قبل بقى ما نطلع فاصل عايزين نتكلم مع حضراتكم عن اخر ملف او اخر موضوع طبعا اتكلمنا عنه قبل كده كذا مره، فكره أهمية البطولات العالمية اللي بتستضيفها مصر واللي بتنظمها مصر لمنتهى الاقتدار والنجاح. الحقيقة حاجة تشرف جدا، وزي ما بنقول دايما الرياضة قوة من ضمن القوة الناعمة اللي بتقوي الروابط والعلاقات ما بين الشعوب بعضها والبعض الآخر. طبعا آخر البطولات دي هي بطولة كأس العالم للرماية اللي بتستضيفها مصر في الفترة من 23 فبراير وحتى الخامس من مارس إن شاء الله. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن تفاصيل هذه البطولة وكافة الدول المشاركة فيها والترتيبات اللي تمت لاستقبال ضيوف مصر. هنتفرج ونطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. بطولة يعني بشكل كبير جدا من البطولات المهمة جدا في الألعاب ذات الطبيعة الخاصة، لعبة أولمبية أبطالنا فيها على غرار عزم حلبة وقمر ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين عندهم خبرات أولمبية كبيرة، دخلوا بطولات. أكيد بطولة العالم في مصر في الفترة دي هنعتبرها كمان إعداد قوي جدا، قمة عالية في المنافسة بنسميها في الموسم التدريبي. لكن ان احنا نستضيف ونكمل استضافة العالم كله في مصر المرة الثانية وفي هذا المكان المبدع الجميل اللي احنا شفناه النهاردة الصبح ان شاء الله يكون يعني شيء مهم اخر من اجندتنا الدولية اللي احنا مستمرين فيها في استضافة الاحداث الرياضية العالمية. كأس العالم الرماية ده احنا بننظمه وعندنا خبرات سابقة في استضافة بطولات افريقية وبطولات عربية، وطبعا ده بيزيد مننا من أدائنا في هذه البطولة، لأنه كأس العالم مختلف عن البطولات الأخرى، بيحتاج عدد كبير من الرجال المنظمة، بيحتاج زيادة وتكثيف الأداء في استقبال ومغادرة الوفود، تداول ونقل الأسلحة والمهمات. احنا استعدادنا كبير جدا وتخططنا ليه من حوالي 3 أو 4 أشهر، شغالين على اللجان المنظمة اللي هي بالفعل قامت بعملها على أكمل وجه، ويمكن فيها أداء أحسن وخبرات سابقة زادت من كفاءة اللجان في هذه الفترة. احنا نقدر نقول أنه استضافتنا لهذه البطولة هو نجاح للمنظومة الرياضية في مصر وليس الرماية فقط، لأنه النجاح اللي تم في مونديال كرة اليد ويزيد نجاح أكثر بنجاح بطولة كأس العالم، ده بيجعل صورة مصر مشرفة أمام العالم في توقيت أن الدول العالم بالكامل لن ولا تستطيع استضافة هذه البطولات.
إذن مصر لها قدرة مميزة دون سائر دول العالم. نرحب بحضراتكم. الفقرة دي هنتكلم فيها عن رياضة يمكن مؤخرا ابتدينا نشوف فيها يعني رانكينجز حلوة قوي لمصر، وكمان أبطال صعدوا ورفعوا اسم مصر عالميا. بنتكلم سواء عن ميار شريف أو محمد صفوت، فيعني نماذج جميلة ونماذج مصرية وبدأت هنا، ويمكن كمان ميار شريف بدأت من الأهلي. على كل حال ملف جميل جدا وملف أعتقد في غاية الأهمية، ورياضة حلوة ورياضة قديمة في مصر كمان، مش رياضة مثلا لسه مستحدثة. فخلينا نعرف أكثر عن هذه الرياضة بكل ما تحمل من تفاصيل من ضيفنا كابتن وليد سامي نائب رئيس اتحاد التنس. صباح الفل يا كابتن، أهلا بيك. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. سعداء بوجود حضرتك معانا يا فندم، وطبعا عندنا موضوعات متعددة نتكلم مع حضرتك فيها، ولو تسمح لنا نخلي البداية مع فوز مهم جدا، فوز مصر بتنظيم مباريات المجموعة الإفريقية المؤهلة لكأس ديفيس للتنس. أكيد عشان حاجة زي كده تحصل كان في ملف محترم تم تقديمه، عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذا الملف، وكنا بننافس مين على الفوز بتنظيم يعني هذه المباريات الإفريقية تحديدا، وهل مثلا فكرة أن مصر نجحت بشهادة العالم كله في تنظيم وإدارة شؤون مونديال العالم لليد، وحاليا كمان في بطوله ثانيه بطوله او كاس العالم للرمايه اللي بتنظمها مصر ان شاء الله، يعني هل الملفات دي ساعدت في تدعيم ملف تنظيم التنس المباريات الافريقيه في كاس ديفيس؟ طب نقول طبعا ان كاس ديفيس دي من اقدم البطولات التنس اللي ابتدت من عام 1920. هذا العام مصر بتلعب في المجموعه الافريقيه الثالثه، بتبقى عباره عن 8 فرق بيلعبوا بيتنافسوا في احدى الدول الافريقيه، يصعب منهم فرقتين للمجموعة الأوروبية الأفرو أوروبية الثانية. أوكي. اتقدمنا طبعا لملف التنظيم، كانت في منتهى الصعوبة المرة دي الاختيار، لأن كان من أهم العوامل اللي مطلوبة موضوع الأمن والأمان عشان فيروس كورونا أو الكوفيد. طبعا الاتحاد الدولي للتنس بيهتم أول حاجة بسلامة اللاعبين قبل أي حاجة تانية. أكيد. فكان مطلوب في الملف بتاعنا أجزاء كتيرة جدا تقدر تغطي الجزء ده. كان تنافس قوي جدا مع كينيا، هي دولة كينيا هي اللي جاية حتى ورانا في الترتيب على طول على التنظيم. الملف المصري احنا قدمنا ملف متكامل. طبعا سعيدنا جامد جدا ان كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد وايقونة التنس المصري و16 سنة في الاتحاد الدولي، طبعا باتصالاته برضو بتساعد في الحتة دي. اتعمل فوت اللي فيه لجنه في الاتحاد الدولي اسمها الديفيس كاب كوميتي، لجنه ديفيس كاب، وطبعا هو كابتن اسماعيل موجود فيها، بس لما بقى فيه فوت وبتبقى فيها مصر او بلد تانية فبيخرج هو بره الفوت، والحمد لله تقريبا بالاجماع خدنا اتاخد الملف بتاعنا. ساعدنا حاجات كتير قوي فيه. طبعا يعني اول حاجه الخبره بتاعت الاتحاد المصري للتنس لتنظيم بطولات ديفيس كاب اللي نظمناها قبل كده كتير، دي كانت ليها وعليها، ليها انها خبره، عليها ان انت لسه متنظم فممكن يدي لحد تاني يعني. فده كان اول جزء. المكان اللي احنا اخترناه كمان ان يتعمل فيه ديفيس كاب وهو نادي خاص، ما اعرفش هل ممكن اذكر اسمه، نادي سماش للتنس، عندهم من الاماكن السيرتيفايد من الاتحاد الدولي للتنس تقام فيها بطولات كبرى معتمده. ساعدنا كتير جدا، وجنبه على طول في فندق عشان اللعيبه والامان، السكيورتي بلان او خطه التامين اللي عملناها بالكامل قربه من المطار، السكيورتي بقى اللي في البلد. والحمد لله دوله مصر اثبتت في المده الاخرانيه دي انها من البلاد القليله اللي قدرت يستمر فيها النشاط الرياضي برغم جائحه كورونا، وكثير من دول العالم وقفوا النشاط عندهم. صحيح. ومتقدمين علينا كمان، واحنا اللي اخترعنا او ابتكرنا فكره الفقاعه الطبيه، فيعني دي تحسب لينا طبعا. طبعا من الحاجات برضو اللي ساعدت طبعا كاس العالم لكره اليد اللي احنا منظمينها، من الحاجات برضو ساعدت كويس قوي بالنسبه لنا ان احنا من البلاد القليله قوي اللي كانت عامله شغل في رياضه التنس وفاتحه في الشهرين الاخرانيين. كانوا تقريبا ثلاث بلاد في العالم، كانت مصر وتونس وتركيا، وتونس في النص قفلت، فكان في بلدين هم اللي فيهم البطولات. عملنا العديد من البطولات الدوليه في ديسمبر ويناير الماضي طبعا تحت اشراف الاتحاد الدولي، سواء للناشئين او للرجال والسيدات بكامل الاجراءات الاحترازيه. الحقيقه الاتحاد الدولي لما شاف كل الحاجات دي كلها فرسي علينا.
سمعت حضرتك صوت العطسه دي قبل كده؟ عدت عليك عطسه رقيقه بالشكل ده قبل كده؟ جديده الحقيقه. اتفضل يا فندم. فدي طبعا ساعدتنا ان احنا الحمد لله جات لنا الموافقه من الاتحاد الدولي ان احنا نستضيف البطوله. ابتدينا هنبتدي اوريدي نخاطب الجهات المسؤوله. طبعا احنا عندنا جهتين مسؤوليتين، اللجنه الاولمبيه اللي لازم تدينا الموافقه الفنيه. بعد ما ناخد من اللجنه الاولمبيه الموافقه الفنيه بتطلع وزاره الشباب والرياضه عشان ناخد الموافقه التنظيم، ولو في دعم برضو بتقدر تديه لنا يساعدنا في تنظيم البطوله اللي ان شاء الله ان شاء الله نقدر نطلع بحاجه طريق بمصر. هي اعتقد ان ميعادها في 9 اغسطس باذن الله، بس احنا بنشتغل من الاسبوع اللي فات اكيد في التنظيم. جميل جدا جد كابتن وليد ان احنا نسمع حاجه زي كده، ويسعدنا كمان ان مصر مؤخرا مش لاول مره بس مؤخرا الموضوع ابتدى ياخد حيز مختلف وكثافه ايضا من فكره هنا يعني التنظيم للبطولات عالميه، ومصر بقت يعني هقول من اول الدول كمان حرصا ان هي تكون متواجده، ومن ناحيه ثانيه التنشيط السياحي ليه السياحه الرياضيه. فخطوات جميله جدا. يمكن امبارح كان معانا خبر برده خاص بالرمايه والنهارده استكملناه، فاعتقد وزارات كثيره جدا بتعمل على هذا الملف، ف بجد عمل محترم جدا. هنتكلم بقى عن رياضة التنس تحديدا. يمكن السكواش لو هنقارن دايما بيقارن ما بين السكواش والتنس، السكواش بيتعمل له بطولات كانت مؤخرا كتيرة جدا، منها اللي كانت في الجونة بطولة الجونة الدولية للسكواش، وقد ايه كانت بتعمل ماركتينج لمصر عظيم كمان من ناحية السياحية. فلو هنركز على التنس بقى كابتن وليد، احنا مبدئيا كده نبدأ بأبطالنا يعني المعروفين أكيد ميار شريف زي ما أنا قلت ومحمد صفت. أخبرنا إيه تاني من أبطالنا في التنس؟ عايزين نعرف. طيب خلينا نقول إحنا في الاتحاد المصري للتنس بنشتغل في عدة جهات بنشتغل فيها. إحنا ابتدينا الشغل الأساسي بتاعنا الحقيقة من بداية عام 2019. إحنا عندنا دلوقتي في مصر 60 أسبوع أو 66 أسبوع بطولات رجال وسيدات، بنسميها بطولات المستقبل على مدار السنة. فتقريبا على مدار السنة عندنا بطولات مستمرة بالكامل. بالنسبة للناشئين والناشئات أو الشباب في الاتحاد الدولي للتنس بيعتبر لهم من تحت 18 سنة، فدول بيتعمل لهم بطولات. كان زمان مصر عندنا 3 بطولات، فطبعا ما بيكفوش اللعيبة بتوعنا إن هم يلعبوا ويعملوا رانك، فكانوا بيضطروا يسافروا بره، بتبقى تكلفة ووقت ويعني في حاجات كتير جدا. قعدنا الحقيقة كاتحاد مصري للتنس نزق نجيب أسابيع، طبعا بمساعدة كابتن اسماعيل الشافعي لان هو كان كمان موجود في لجنة الناشئين في الاتحاد الدولي للتنس. ابتدينا نطلع من 3 ل 5 ل 8 لغاية السنة اللي فاتت كنا 11 بطولة، ودي كان من احنا تقريبا 5 دولة في العالم عندها بطولات للناشئين على مستوى العالم كله، اللي هي فيها امريكا يعني. الحقيقة السنة دي نتيجة نجاحنا في تنظيم عديد من البطولات في بداية السنة رغم الظروف اللي كانت موجودة، وباتصالات كابتن اسماعيل الشافعي قدر الاتحاد المصري للتنس ان هو يضيف 4 بطولات اخرى هتقام في شهر مارس وابريل ومايو للناشئين والناشئات، بقوا 15 بطولة. ده رقم غير مسبوق، ده يخلي اي لاعب مصري ما يحتاجش ان هو يسافر بره عشان يعمل يلعب بطولة ويعمل رانك. فاحنا كده عملنا لهم ان هم بيلعب في بلده ما بيتكلفش تكاليف السفر، وبيقدر يجمع نقط تعمل له الرانك بتاعه اللي يخليه من الابطال. على ذكر كابتن اسماعيل الشافعي، اتفضل. ليه احنا عندنا في رياضه التنس في مصر يعني بنقعد سنين طويله ما بنسمعش غير اسم واحد او اسمين بالكتير من ابطالنا المصريين، واللي طبعا كان في طليعه هذه الاسماء كان كابتن اسماعيل الشافعي لفتره مش قصيره، يعني كان هو الاسم المصري الوحيد صحيح اللي بيمثل مصر كاملة في كل البطولات اللي هو شارك فيها، ومؤخرا زي ما كانت نواند بتقول لحضرتك محمد صفوت وميار شريف برضو بنقعد لنا قطعية حلوة شوية كبيرة. ليه ما عندناش كم كبير من الأبطال اللي ما نبقاش عارفين حتى نوديهم يلعبوا في أي بطولة ولا أي بطولة من ليه؟ كترهم؟ ليه الوضع عكسي؟ هقول لحضرتك احنا عندنا قاعدة مش قليلة. هاويفر احنا نعتبر لو قلنا بان عندنا 5000 6000 لعيب تنس مسجلين في الاتحاد ده كان طبعا بالنسبه لزمان ال1000 وال2000 رقم كبير يعني، لكن الحقيقه على حجم السكان اللي عندنا البوبوليشن ال100 مليون ده رقم ضئيل جدا جدا ضئيل جدا. بلد زي هولندا كانت لا تتخطى اعتقد ال15 مليون او ال20 مليون سكان، وعندهم اكتر من مليون ممارس، مليون لعيب. بص الفرق حضرتك. فطبعا احنا القاعده دي عشان كده بنشتغل عليها بنوسعها. الحاجة التانية الحقيقة في التنس انك انت عشان تروح وتخش القطاع البطولة وتوصل للعالمية بتحتاج متطلبات تانية كتيرة جدا، بصعبة جدا في الكالتشر وطريقة البيئة بتاعتنا والتعليم بتاعنا ان انت ابنك ما تدخلوش ثانوية عامة، انك تشغله اونلاين،
انك تاخد الريسك ان هو يكمل رياضه ولا تعليم. اعتقد صحيح. دي صعبه جدا، اختيار بيبقى صعب جدا جدا لاولياء الامور. بس مساله الاونلاين يعني دي حاجه يعني مؤخرا حصلت نتيجه في اوروبا الكورة. والبلاد بره ما بيهتمش بالتعليم، بتبقى بالنمبر 1 بالنسبه له الرياضه. انا كنت حضرتك في استراليا سنه 92 وقابلت لعيب كان من ال 20 الاوائل على العالم. بعدين جيت قلت له انت ايه فين، رحت فين بقى 200 وشويه ما فيش في كام شهر. قال لي عشان دخلت قدمت دراسات في كليه الطب. الاثنين مع بعض صعب جدا. التنس عشان واحد يعمل بطل بتتكلم على عدد ساعات في اليوم ما بين فيتنس وتنس، صعب جدا انك تروح معاهم جامعه ومدرسه وتعليم. كتير كتير من الجامعات بتدي منح دراسيه سكولرشيبس للمتفوقين في الرياضات المختلفه. ده ليكي في مصر؟ لا طبعا دلوقتي بقى بيبتدوا يسافروا بره. اه بترفع المستوى بالنسبه للعيبه شويه، بس مش ده مستوى العالميه. هم معظم الاولاد اللي بيروحوا يلعبوها اول حاجه بتفيدهم في التعليم. انك انت ابنك بتوديه اربع سنين جامعه بره ما بتدفعش فلوس. تخيل انت لو تودي جامعه هنا في مصر بتدفع كام مليون. كابتن وليد ده يعني مش متوفر عندنا، يمكن دي نقطه من النقاط الهامه جدا اللي بتعمل مشكله عندنا في يعني مش صناعه في خلق البطل الرياضي، لان فعلا الدراسه والرياضه مش كل الجامعات مش كل المدارس بيعملوا اللي حضرتك بتقول عليه ده بالظبط. يعني فطب ما احنا كده ممكن يكون ده عائق كبير جدا للعديد من الشباب عندنا الابطال اللي ممكن يرفعوا اسم مصر بعد كده في المحافل الدوليه. بس ده فعلا عندهم مشكله. ده فعلا ده اللي بيحصل. عشان كده الطفرات اللي بتطلع بقى في النص وبتطلع دي اللي هي خد قرار ان هو هيكمل في كارير الرياضه، ومع كارير الرياضة بكمل بقى في التعليم، ولازم يكون أهله بيفكروا بشكل معين. برضو احنا الكالتشر بتاعنا أو البيئة بتاعتنا، الأهل بتاعي بيفكروا، المجتمع. تخيل حضرتك مثلا لو ابنك أو بنتك هيجي يقدم له حد معهوش بكالوريوس بطل رياضي لكن معهوش بكالوريوس بلا شهادة، ممكن تبقى مشكلة. لا فهي دي الجزء ده. لكن احنا كاتحاد مصري بنشتغل على 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 جميع الأطراف عشان نقدر نغطي المنظومة بالكامل، ناشئين رجال وسيدات. نشتغل على الاطراف الثانيه في 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 اللعبه، التدريب، المدربين. احنا عملنا طفره يمكن ناس كتير ما بتشوفهاش في اخر سنتين. احنا وطلعنا احنا الوحاد، احنا نمره 2 في افريقيا في شهادات التدريب. احنا معانا البرونز، الشهاده البرونزيه في التدريب، لا تسبقنا فيها في افريقيا كلها الا جنوب افريقيا بالشهاده الفضيه. طب طفره في المدربين مش المفروض بالتبعيه انتوا جعلها طفره في كواليتي اللعيبه؟ صحيح، ودي اللي ابتدينا نشتغل عليها. جبنا حاجه اسمها ليفل 3 اعلى تدريب للمدربين، دراسه تدريبيه للمدربين. دي طول عمرها بتعمل في فالنسيا في اسبانيا. انت ماكسيمم تقدر تصفر واحد او اثنين لو راحوا، ولو واحد نجح منهم. برضه باتصالات كابتن اسماعيل الشافعي في الاتحاد الدولي، احنا قدرنا نجيب الدراسه دي عندنا السنه اللي فاتت، ورفعنا عدد المدربين من 2 ل 14. اما عملنا الدراسه عندنا وقدرنا ندخل فيها عدد كبير ويعد. طبعا دول ابتدوا ياخدوا الدراسه، ابتدوا يشتغلوا شغل الدراسه، ابتدينا نتابعهم بيعملوا ايه، عشان دول بقى اللي هياخدوا الطفره هم دول هيطلعوا باللعيبه للمستوى العالمي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن وليد للاسف الوقت خلص، بس انا يعني النقطه الاخيره اللي انا وكريم اتكلمنا مع حضرتك فيها، نتمنى الاتحاد يحاول ينسق مع الجامعات، مع وزاره الشباب، مع وزاره التعليم. يعني انا ما اعرفش التنسيق بقى على المستوى يعني الحكومي هيتم ازاي، ولكن نتمنى يكون في فعلا رأفه اكتر او في بروتوكول بيتعمل علشان الابطال دول يقدروا ان هم يعني ياخدوا كفايتهم من التدريب وان هم يشاركوا في بطولات، وفي نفس الوقت محدش يضيع مستقبله. لان برضو في الاخر انا ممكن ابقى بطل لغايه 30 سنه، بس بعد كده انا محتاج ان انا اصرف على البيت واصرف على نفسي. فيعني نتمنى ده يكون بنحاول طبعا في الحته دي، ده في اللونج ران، لكن احنا في الشورت ران دلوقتي كل تركيزنا صفوه ومرايه الاولمبيات اللي هنلعبها اول مره في تاريخنا، وبعد كده تصفيات كاس العالم ديفيس كاب، وان شاء الله تطلع حاجه مشرفه. بالتوفيق يا كابتن وليد ان شاء الله، واسم مصر ده يرفع عالميا في بطولات مختلفه كمان ان شاء الله. شكرا، نورتنا يا فندم، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا. ونستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نستكمل فقرتنا. اتفضل.
يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. يمكن من سخريه القدر ان انا بصفه خاصه اشارك في حوار متعلق بالخسيه وبانقاذ الوزن خصوصا في فصل الشتاء. بس هنعمل ايه حضراتكم متعودين معانا، احنا من وقت للتاني لازم نتكلم عن طرق التغذيه السليمه وازاي نختار يعني الانظمه الغذائيه المناسبه لينا وازاي نعمل دايت خصوصا في فصل الشتاء. هنتكلم في ده كله وفي تفاصيل اكتر من كده بكتير مع دكتوره مروه نوح خبيره التغذيه اللي منوره الدنيا كلها. صباح الفل. صباح الجمال. ازيك يا كريم؟ ربنا يخليك منورانا. صباح الخير. وجايه لابسه لنا احمر. ايوه شغل عادي كده. كلام جميل. وبس انا هبدا معاكي بقى زي ما كريم قال كده، الشتاء اللي هو فاضل له تقريبا 20 يوم، يعني مش عارفه احنا ما حسيناش بيه بس مش مشكله. عادي. ما بتحبش الشتاء؟ لا مش هينفع كده. لازم تعيدي ترتيب اولوياتك. الشتاء ليه رونقه. المهم هو الفصل معروف عنه انه الناس بتتخن فيه. ليه؟ لان انت حركتك اقل، انت بتحس بجوع اكتر. anyway الاسباب، بس اللي بيحصل احنا بنتخن. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ خلينا بس يعني انا تملي بيبقى عندي كومنت على حته ان احنا بنتخن في الشتاء، ان احنا بنتخن في الصيف وبنتخن في رمضان. بس مش زي الشتاء. ده انت المصايف بقى والاجازات وننزل ناكل وزلابيا وفينا نشاطات اكتر وفي حركه وفي ميه وفي كده. احنا طبيعتنا بنحب الاكل في كل المواسم، فما بنخلص من بعد الكورونا لشتاء لصيف لرمضان. ثقافه مصريه. ثقافه مصريه بالظبط. لاعياد من كحك الفت يعني الموضوع. بس هي ثقافه ولا حقيقه وواقع ان في اغذيه معينه بتساعد على التدفئه مثلا في الشتاء؟ طب خلينا نقول احنا ليه بنلجا للاكل في الشتاء. احنا في دراسات بتقول ان احنا في الشتاء لما بنحتاج شويه اكل يدينا طاقه زياده بتبقى بمثابه 100 سعر ل 150 سعر، يعني سناك زياده في اليوم. مش ان انا هقوم اكل ايس كريم وفطير وي 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 علشان ان انا اعوض الحراره دي، لان في حاجه اسمها ثيرموجينيك افكت فود، يعني الاكل بيطلع طاقه. وفي الصيف بيقول لك برضو في دراسات تانية بتقول ان احنا بنحتاج في الصيف شويه طاقه زياده لان احنا بنحتاج مجهود اكتر عشان نتخلص من الحراره الزياده بالعرق والحاجات دي. فبرضو في دراسات بتقول ان احنا محتاجين لطاقه زياده. فاني ويز حتى لو محتاجين لشويه طاقه زياده في الشتاء بتبقى من 100 ل 150 كالوري، مش 2000 كالوري في اليوم عشان اتدفى يعني. مش حاله المحشي يعني. مش حاله المحشي بالظبط كده. فلو قسمنا وجباتنا بطريقه صح وخدنا الاكلات اللي زي يمكن ما كان موجود قبل ما نبتدي، اللي بتمدنا بالطاقه لمده طويله مش اللي بتمدنا بطاقه سريعه، يعني اللي غنيه بالالياف والزيوت الصحيه بتدينا فعلا طاقه لمده اطول وبتشبعنا مده اطول، محتاجه تنظيمه شويه. طب انا عايز اسالك على حاجه يا دكتور، هو الموضوع ده صح ولا غلط؟ لان كنت بسال كريم قال لي يعني طالما في دكتور قال كده يبقى خلاص. هل في الرجيم ممكن حد يوصف السناك الشوكولاتايه؟ ممكن جدا. هو الرجيم الصح المفروض ما فيهوش حرمان. كريم اتفضل. يعني ساعات بتبيض عليكم كلام عجيب جدا. لا 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 عكس الموروث اللي دماغ الواحد. احنا عندنا رول مهمه قوي في التغذيه اسمها 80-20، وانا من انصار الرول ده جدا. 80-20 يعني احنا ما ينفعش هنتحرم من كل الحاجات الحلوه، كل الحاجات الوحشه والمضره بنحبها عشان نبقى بس على ارض الواقع. صح. ولو حرمنا نفسنا فتره هنرجع تاني. برافو عليك. برافو عليكي. فالفكره ان احنا ناخد 80% من الاكل الصحي اللي بيفيد جسمنا ويمد بكل العناصر من فيتامينات ومعادن عشان المناعه وكل الحاجات، بيبقى فيه 20% الحاجات الغلط لان احنا هناكلها. فما ادي شوكولاتايه حسبها كسناك بكميه معينه كم مره في الاسبوع، شوكولاتايه او غيرها. أوكي. اي حاجه من الممنوعات اللي تعرفها ما فيهاش حاجه خالص. انا مش معنى اني عايزه اخس او ان انا صحيه اني مش هاكل شوكولاته خالص. مش هاكل حاجه حته كيكه اللي كانت ماما تنوي بتعملها. ما ينفعش. فين الايام الحلوه دي؟ وبقيت الرول ان انا عاده بامن احتياجاتي من الاكل الصحي الصح من رول ال 80%. طيب برضو يمكن في الفترة الأخيرة يعني كثر الحديث عن مسميات كده زي الكيتو دايت وزي الكاربلس دايت اللي هو التغذية لو كارب. مظبوط. الصيام المتقطع. ايه بقى كتير. ايه مميزاتهم وايه عيوبهم، وخصوصا ان اللي بيدافع عنهم بيدافع عنهم باستماتة. صح. وان اللي بيهاجمهم بيهاجمهم وكأنهم خطر غير مسبوق. تمام كده. الحقيقة ايه بقى؟ احنا قبل بس ما نقول هنعمل انه دايت، ده سؤال بيتسال يعني او اي حد بيتفرج علينا يقول لك ايه الدايت المناسب ليا، انا هعمل اي دايت. في كده كام شرط او كام حاجه لازم نعرفها قبل ما نختار الدايت. أوكي. نمره واحد، الدايت ده هقدر اعمله ولا لا؟ يعني في ناس مثلا تقول لك ما اقدرش استغنى عن الفاكهه، دول مش هيقدروا يعملوا كيتو دايت مثلا او كيتوجينيك دايت. هو الكيتو ما فيهوش فواكه خالص؟ ما فيهوش فواكه خالص غير نوع معين اللي هي الفراوله والبارز، وبناخد بكميات قليله قوي. ما فيهوش فواكه ولا بالمعنى الاشمل والاعم ما فيهوش سكريات؟ ما فيهوش نشويات غير بنسبه 5 ل 10% بس،
فبناخدها من شويه الخضار وبناخدها من فاكهه، بس الفواكه قليله النشويات قوي زي التوتيات الفراوله والتوت والبارز والحاجات دي، فمش ما فيهوش فاكهه كتير عشان كده وبيفتقر، هنقول لما نتكلم عليه في عناصر غذائيه كتير. دي نمره واحد. نمره اتنين، الدايت ده هيبقى اسلوب حياه ولا لا؟ دي مهمه قوي. يعني انا عامل فتره مؤقته عشان اخس ولا انا بتعلم هابتس جديده زي ما بنقول هيكمل معانا ولا لا؟ نمره ثلاثه، هينفع مع ميزانيتي ولا لا؟ يعني الرجيم الكيتو بيعتمد على البروتينات اللي هي الحيوانيه وعلى الدهون الصحيه زي الافوكادو والناتس، فهو شويه مكلف. فهل ده هيتفق مع ميزانيتي ولا لا؟ هيتفق مع مرحلتي العمريه ولا لا؟ انا سني قد ايه؟ بروح مدرسه ولا جامعه ولا بشتغل ولا ست بيت؟ مع حالتي الصحيه عامله ازاي؟ هل انا عندي امراض؟ لان في انواع رجيمات ممنوع تتعمل مع امراض معينه. صحيح. وفي حاجه مهمه قوي بقى ناس كتيره مش عارفاها، انواع الجسم. احنا عندنا ثلاث انواع من الجسم اللي هي اكتومورف اندومورف ميزومورف، اسامي مش مهم يعني ترجمتها. بس لو حد عرف بنعرف نظام الدايت والرياضه المناسبه ليه. طب ملامح المسميات. ملامح المسميات بصوره بسيطه جدا. اكتومورف اللي هو اسمه ذات البنيه الظاهريه، برضو بالعربي مش مفهومه فبرضو مش مهم. نقولها الالماني مثلا طبعا عشان نستوعب. لا دي معناها ان هي بتبقى الجسم الطويل النحيف شبه جسمك شويه. وده بيبقى ما بيزيدش عضلات بسهوله. يعني جسمه رفيع ما بيزيدش عضلات بسهوله. ده يتعمل له ايه؟ ده اما حتى اللي بيبقوا عايزين ينزلوا شويه دول ما بينفعش نقلل لهم سعرات قوي، ده لازم ياخد سعرات كويس قوي. لازم يعمل رياضه 3 4 مرات بس في الاسبوع، ما ينفعش يعمل اكتر من كده، ولازم ياخد كميه بروتينات عاليه عن العادي. تقدر الاشاره الى ان زميلنا واخونا وحبيبنا مخرج البرنامج ابراهيم تمام بيقول لك طب هو ينزل ليه ما هو رفيع اصلا من الاول؟ لا، في ناس بتبتدي تاكل غلط فبتزيد شويه دهون فبتبقى عايزه تظبط جسمها شويه، هي ما بتزودش عضلات بسهوله بس ممكن بصعوبه تزود فاتس، بس لو الاكل غلط كتير هتزود فاتس. فساعتها وكمان في الغذاء بتاعه لازم جدا يبقى البروتينات عاليه عن العادي. يعني احنا الناس الطبيعي بندي من 0.8 ل 1.2 جرام لكل كيلو جرام، الاكتومورف بيديله 2 جرام لكل كيلو عشان نساعده اسرع في تكوين العضلات. بيبقى البروتين ذات الجوده العاليه زي الوي بروتين اللي هي الحاجات من المصادر الحيوانيه اكتر. في نوع تاني اسمه اندومورف، وانا بشوف ان كتير من المصريين النوع ده اللي هو باطني البنيه اللي هم بيبقوا مقلوزين شويه. مقلوزين شويه وشكل التفاحه او الكمثره. ودول يعني اللي مش محظوظين خالص. لان دول بيبقى عندهم صعوبه في خساره الوزن وسهوله جدا في تخزين الدهون. دول بقى لازم نظبط لهم السعرات قوي تبقى سعرات قليله، لازم ياخدوا بروتين معقول مش بروتين عالي قوي، ولازم يعملوا رياضه تقريبا كل يوم. حاسه انا اللي جاي بقى التايب الجاي ولا لسه؟ انت التايب المحظوظ اللي هو اسمه ميزومورف. ميزومورف طلعت ميز ولا هواد. الميزومورف دول المحظوظين، دول اللي حرقهم عالي وبيكونوا عضلات بسهوله قوي، مش محتاجين نظام معين. يعني اي نظام لو عايزين يخسوا هيخسوا عليه، عايزين يزيدوا هيزيدوا اسهل، عايزين يعني الله اكبر عايزين يثبتوا هيثبتوا، عايزين يعملوا رياضه كل يوم يعملوا رياضه 3 مرات، فدول بنسميهم المحظوظين، ودول مش كتير قوي يعني في المجتمع بتاعنا. فلو عرفنا نوع الجسم وطبيعه الجسم دي طبعا بتتعرف اللي هو بالاجهزه، وطبعا الدكتور اللي عنده خبره بيعرف من لما بياخد هيستوري وبيعرف من شكل الجسم. الانشيب كمان بتهيألي الانبادي سوري بيظبط كل حاجه، بنعرف بقى كميه العضلات للدهون الميه فالحاجات دي. برضه هنحتاج نوضح للي مش عارف الانبادي عباره عن ايه. برضه حاجه اسمها بادي كومبوزيشن اناليسيس، جهاز اللي بنقف عليه ونمسكه بيحلل لنا الجسم، عندنا عضلات قد ايه ونسبه دهون قد ايه نسبه ميه قد ايه، فبنقدر ساعتها نعرف احنا عايزين نقلل دهون نزود عضلات، نعرف القصه دي. بالمناسبه دكتوره برضو يعني غالبا لما بنتكلم على فكره الدايت والناس اللي عايزه تزود وزنها او تخسس من وزنها او تقلل منه، غالبا ما بنكون بنتكلم على الناس الكبار، لكن ده مش معناه ان مفيش اطفال بيعانوا ان مثلا من يا اما نحافه مفرطه يا اما سمنه مفرطه، وده كتير جدا. فهل الاطفال كمان ممكن يتعمل لهم نظم غذائيه معينه، ولا في اعمار معينه سنيه يعني مبكره او صغيره في السن لا محتاجه من كل الاشكال فيتامينز وكاربس و و و؟ يعني قلت كلمه تحفه يا كريم. إيه بقى؟ احنا صغيرين كبار بننمو او نمينا احنا محتاجين من كل العناصر الغذائيه، وده اللي انا بروح فيه اما اتكلمنا على انواع الدايت. هديك اكزامبل الفرق بين الكيتو دايت والصيام المتقطع والديتوكس واللي الكيتو دايت نظام دايت بشيل فيه النشويات خالص، باخدها بنسبه 5 ل 10% وبعتمد مينلي على الدهون. وباخد نسبه بروتينات معقوله. خلاص
ده طبعا بيفتقر في عناصر غذائيه كتير جدا، ما باخدش مضادات اكسده كويس، ما باخدش الياف كويس، ما باخدش فيتامينات ومعادن كتير قوي، لازم ممكن يعلي الكوليسترول لان احنا بنعمله غلط، وصفات من على الانترنت، جروبس الفيسبوك، ويلا اديله سمنه على جبنه على قشطه على على على، فبدل ما هو المفروض لو اتعمل صح يقلل الكوليسترول ممكن يعليه، اللي عنده مشاكل في الكلى يأذيه، يعمل حصوات في الكلى، ما بناخد بروتين كتير ممكن يخسرنا كالسيوم ويخسرنا ميه فيدخلنا في جفاف، يدخلنا في ان احنا يجي لنا هشاشه عظام او كالسيوم، فله عوارض كتير. لازم زي ما قلنا الستابس او بنختار على اساس ايه، بناخد حاله مرضيه كويس قوي، ده مش نظام بعيش عليه، بيتعمل بالكتير 6 شهور، والرجاله بتخس عليه اكتر من الستات، فتيجي مثلا واحده زي هوان تقول لي عايزه اخس 5 كيلو، ده انا مش عارفه مين جوز صاحبتي خس 20 كيلو في شهر، مش دعوه في نوع جسم تاني ونوع ستايل تاني ومش هيخسسك الخمسة كيلو، فبيفشل مع ناس تانية. السم المتقطع نظام تاني خالص، ما بيفتقرش في العناصر الغذائية. السم المتقطع باكل في وقت معين جميع العناصر الغذائية المفروض، وبصوم بقيه اليوم، فبيحفز الحرق بطريقه معينه لاني بوطي خالص هرمون الانسولين وبعلي الجروث هرمون فبيزود الحرق. انا بصوم يعني عن كل حاجه، ما بشربش، بشرب ميه وبشرب اعشاب زي العصاير ممنوع، بشرب ميه وبشرب اعشاب بس، حاجات كلها ممنوع، سلطه ممنوع، خيار 16 ساعه. لا ده كتير، فاحنا بس على فكره احنا في ناس في رمضان بتدخل صعب جدا يعني، هو صيام متقطع صعب قوي، صعب قوي اقعد 16 ساعه يعني. بشرب ميه، بشرب ممكن شاي، بشرب قهوه من غير لبن، بشرب ينسون، بشرب كاموميل، بشرب نعناع. طب النوع ده من الامور مالوش انعكاسات سلبيه على الجسم يعني؟ ما بنبقاش بنحاول نصلح حاجه فمسائل، بالعكس الصيام المتقطع صحي جدا وبيزود المناعه وبيظبط هرمونات، ما عنديش فيه مشكله خالص، بس هو نظام ما بيفتقرش في العناصر لو خدت عناصر غذائيه في 8 ساعات. لكن الكيتو بيفتقر، وفي انظمه تانية كتيره الناس بتعك فيها، الحاجات بقى اللي عملتي دايت انا وانت الدهون والنبي يا كريم واختك كانت مش عارفه تروح ايه الخسه تديني الدايت. زي ما قلنا في ستابس كتير قوي، امال فين هي اخصائيين تغذيه؟ ليه في حاجه اسمها تاريخ مرضي؟ الدايت بتاع زمان اللي هو تفطر مش عارفه واحد توست وفول مسلوقين والغدا مشوي مع سلطه الدايت الوسطي والعشاء زبادي. ايوه مش هو ده اللي احنا طول عمرنا عارفينه؟ ده اللي طول عمرنا عارفينه، بس زمان كان غير دلوقتي، لا في كم الخروجات ولا الريستورانات ولا الولاد الصغيرين كم اعياد الميلاد والجانك فود والدليفريز، الزمن اتغير. ده الحاجات القنوات اللي بقت مفتوحه ليل ونهار والافلام، كل المشاكل الناس انها بتصل اللي في الشغل لا ودليفري 24/7، فكل الحاجات دي بقت خلت حياتنا ما نش قادرين نمشي على القصه دي، واللي بيعملها كده بيفتح بعد كده على الرابع اول ما بيبطل، فده مش مطلوب. كويس جدا. طيب احنا هنروح فاصل، طبعا لسه في اسئله كتيره جدا، وانا يعني انا بتعرف ايه اقول لك بقى، انا ابتديت دايت بقالي 3 ايام بالظبط، هعرفه في الفاصل. بس على الميزان نزلت اول يوم وما نزلتش تاني ولا تالت يوم، فهل ده طبيعي؟ بقى كام يوم مره تفطر لوز ني، مره جايب معاها شرايح الجزر، ومره خيار وحاجات ايوه سناكس جميل. بس اكتر غلطه تعملها انها توزن كل يوم، يبقى حد بينزل كل يوم مش المفروض مره في كل اسبوع و10 ايام بس. ماشي فاصل، طالما مره كل 10 ايام يبقى نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. طيب احنا لسه فقرتنا مستمره بنتكلم عن التغذيه، ومنورانا دكتور مروه نوح، وهي يعني بصراحه كل حلقه كده بتدينا امل. يعني انا بتكلم بجد لانك مش من الدكاتره اللي بيسودوا المشهد قوي، لا بتحسسينا ان في امل طبعاً. واحد بس ممكن يظبط شويه اكله، نعمل حركه يمكن ازيد شويه، فده حلو جدا. طيب كان سؤالي قبل الفاصل انا وكريم، احنا مفروض لما نعمل دايت نوزن نفسنا كل يوم ولا اول او يعني قبل ما نبتدي ومثلا بعد اسبوع ونمشي كده اول ما نبتدي وممكن بعد اسبوع 10 ايام نبتدي؟ وفي عوامل تانية بتفرق قوي على الميزان ما بيبقاش واخدين بالنا منها. يعني كل اللي بيقولي عندهم اوبسيشن او هوس بالميزان كل يوم، اول حاجه لو انا مثلا هخس كيلو في الاسبوع مش هقسم اللي هو 1000 جرام على 7 ايام فالمفروض اخس كل يوم 150 جرام، ما فيش حاجه اسمها كده، انا ممكن اخس اخر يوم، دي نمرة واحد، فمش المفروض ان احنا نوزن كل يوم. تاني حاجة في عوامل كتير جدا بتأثر، ابسطها يعني انا لو بوزن بالليل، في ناس تيجي وزنها بالليل بعد الغداء وناس وزنها الصبح، ونفس الشخص وزن قبل الفطار كيلو طبعا. احنا ما بنوزن بعد الاكل، في فوليوم بتاع الاكل، في حجم الاكل وحجم الشرب في بطني، ده بيفرق جدا. داخل التواليت ولا لا؟ يعني لو حد عنده امساك ما دخلش بقاله يومين بيفرق كيلو على الميزان. للستات قبل الدوره الشهريه بيفرق جدا الحاجات دي. لابس تقيل ولا خفيف؟ يعني وزنت الصبح بلبس البيت بلبس خفيف ولا قمت لابس لبس الشغل والبدله ووزنت؟ ده بيفرق جدا. الناس تاخدش بالها من الحاجات دي فيبقوا متجننين. الناس تيجي مثلا توزن الساعه 8 بالليل في العياده وهم وازنين امبارح الصبح الساعه 7 الصبح في البيت، ما طبيعي فرق 2 كيلو حضرتك. اول ما نصحى الوزن الصح بتاع جسمنا، اول ما نصحى قبل الاكل والشرب
بلبس البيت يعني لبس خفيف خالص وبعد دخول الحمام. ده الوزن الصح. في أدوية بتزود وزن زي مثلا مضادات للالتهابات اللي هي المسكنات اللي بناخدها عمالة على بطلة وعندي صداع وكده، دي بتشيل مية. المسكنات طبعا، المسكنات اللي هي مضادة للالتهابات. اوكي. دي طبعا بتعمل ووتر ريتنشن فبتزود على الميزان، مبقاش واخدة بالي مش دهون، فلازم ناخد بالنا من دي. زي ما قلنا في شوية هرمونات بتزود على الميزان بيبقى غصب عني متبقاش دهون، زي وقت انقطاع الطمس، وقت الدورة الشهرية، أما حد بيكون بياخد كورتيزون لا قدر الله في أي مرض فالكورتيزون بيشيل مية. في فاكتورز كتيرة جدا مش كلها دهون، فمش كل ميزان يعني مش كل وزن على الميزان بيبقى زيادة دهون أو نقصان. اوكي. طيب بعيدا بقى عن حتة زيادة الوزن أو نقصان الوزن أو حتى تثبيت الوزن، تعالي نتكلم شوية عن الأكل الصحي بشكل عام بغض النظر عن انعكاساته على الوزن. حلو. في ناس كتير بتطبخ وفي ستات كتير في البيوت بيطبخوا الأكل بقى اللي هو المسبك صح، واللي مش عارف صينية الإيه بالإيه وبرام الإيه بالإيه والحاجات صح، دي إلى أي درجة في خطورة في الأكل المسبك زيادة؟ حلو قوي. الخطورة في أن الدهون دي أكتر مجموعة غذائية بتديني سعرات وأسرع مجموعة غذائية بتتخزن في جوه الخلايا الدهنية. أوكي. فبتتخن وإحنا مش واخدين بالنا. بمعنى إيه؟ إحنا الستات كده وإحنا خارجين نبقى كلنا عايزين نعمل رجيم إن هي موجودة يعني، أو مش عايزين نتخن فتلاقيها تقول لك أنا عاملة رجيم فأخد طبق سلطة. مش ده بيحصل في كل الخروجات والريستورانات والكافيهات اللي احنا فيها؟ حلو جدا. طبق السلطه بالنسبه لنا اللي احنا متربيين عليه على الدايت اللي نهواند قالت عليه زمان انه ما بيتخنش خالص وان سعراته قليله جدا والخضار اقل مجموعه غذائيه فيه سعرات بس. طبق السلطه اللي بناكله دلوقتي معمي، معمي مش محطوط له معمي زيت زيتون. المعلقه الكبيره من اي نوع زيت 120 ل 125 سعر، يعني لو حطيت له اربع معالق ده 500 سعر. يعني المشكله في الدريسنج مش في الاكل نفسه طبعا، مش في الخضار نفسه. بلس ده الخضار احنا بيبقى محطوط عليه بقى شويه مثلا افوكادو وتشيز دهون، فواكه مجففه بتبقى محطوط ساعات كتيره في سلطات، مانجا، تفاح، زبيب، حاجات كده بيبقى محطوط مكسرات. هي وصلت لسرعه وانا مش عايز للدرجات دي معاكم في الدنيا ولا ايه؟ انت ما بتبقاش عايز تخس فما بتخرج، فبيبقى محطوط مكونات بتدي سعرات، فممكن طبق السلطه اللي بناكله يدينا سعرات زي ما انت تقوم طالب مثلا جنبي ساندويتش برجر او كلاب ساندويتش. بس احنا مروحين منتاليتي مختلف، انا مروحه واكله سلطه وغلبانه وعامله رجيم ومحرومه، وانت مروح انا مبسوط وشبعان واكل، واحنا اتنين واخدين نفس السعرات. فدي بتفرق بقى في الطبيخ البيت. انا يا جماعه وانا اكلت حاجه ده انا ما برمرم، حد يجي لي يقول انا ما برمرمش خالص انا باكل في البيت باميه ولحمه ورز. ايوه تعالى دي واحده، الباميه دي محطوط لها كام معلقه زيت او سمنه؟ الرز معمول ابو شعريه الجميل بتاعنا اللي ريحته مفحفحه ده بكام معلقه دهون؟ وباكل كميه قد ايه؟ الفراخ المحمره ولا اللي محطوط لها مش عارفه تتبيله الزيت بالماء؟ كل دي بلم سعرات. فممكن اخد من وجبه البيت الصحيه اللي فيها عناصر صحيه سعرات زايده تزودني في الوزن كتير جدا عن ما اكل الاكل اللي هو بنسميه سعرات فارغه بتاع بره. مش بقول ناكل اكل بره لانه سعرات فارغه، انا اكل البيت خدت منه المكونات او الفيتامينات والمعادن والالياف، بس ضفت عليه سعرات كتيره جدا بالدهون المضافه. فانا تاني بقول لهم خدوا بالكم بحط دهون قد ايه، ما نحطش من ازازه الزيت، ما ناخدش نغرف من بتاعه السمنه، لازم نعاير بالمعلقه بنحط قد ايه، وناخد بالنا جدا جدا لان هي دي اللي بتتخن كل حد من اكل البيت العادي مع الكميات طبعا. اكيد الموضوع كبير، الموضوع كبير بس سهل جدا على فكره. مش عارفه سهل ولا لا، عارفه انه سهل جدا. انا على قد ما بقدر بعلم الناس اللي بيجوا لي، انا عملت كده في بيتي الاول على فكره، يعني ان انا بقلل قوي الدهون المضافه على الاكل العادي، يعني اللي ينفع يتقلل فيه يتقلل. يعني مثلا هعمل بشاميل احط لبن نص دسم، مش لازم اللبن الكامل الدسم والدقيق اللي متحمر في سمنه و13 كيلو جبنه اللي بيتحط عشان مش لازم، بس بيفرق في الطعم كتير. ما هو ما احنا الطعم ده اكوايرد، يعني احنا بنتعود على الطعم، عارف يعني؟ زي مثلا لو لا قدر حد جاله ضغط الدكتور قال له شيل ملح، بيتعود على الاكل من غير ملح بعد شويه. فاحنا بنعود نفسنا على الطعم، فاتليست عشان اولادنا في البيوت المحمرات طول النهار والبطاطس والبانيهات الاولاد بتتعود على كده. يقول لي في العياده يشتكوا ايه؟ الاولاد تخنوا، ابتدوا مش عارفين يتحركوا، مش عارفين يعملوا رياضه، ومش راضيين ياكلوا اكل غير ده. اتعودوا على الاكل ده، تيجي بقى تاكلهم فراخ معموله مثلا بصوص، مش عايزين، انا عايز الحاجات الثقيله الحلوه ام جبنه دي. طيب خليني اسالك على حاجه، يعني دلوقتي لو انا عايزه وصفه على الهوا لجمهور الاهلي اهو دلوقتي، حاجه نشربها اعشاب على بعض تقوليها لنا بتحرق الدهون او بتساعد على حرق الدهون، ايه بقى؟ طيب انا عندي برضو انا غلسه قوي على فكره، الناس هتكرهني النهارده، اتغيرتي ما كنتيش كده. لا انا بس ما بحبش اشعلق الناس في اوهام، لان بجد بقى الموضوع وصلت اوهام بجد، يعني زي بالظبط تطلب لي اتنين شاورما وهات لي معاها شاي اخضر،
يعني ما ينفعش هتخن يعني هيعملوا دايت بس دايت. حاجه على بعض عشان كده تساعد ان انا تزود الحرق شويه وفي نفس الوقت تملى بطني لو انا جعانه وعايزه رمرم اخد حاجه منها تزود الحرق ومنها تبقى مفيده ليا وتسد شويه طيب. لان في ناس كتير ما بتقدرش تشرب ميه كويس. القرفه الجنزبيل إيه يعني القرفه مع ميه سخنه عادي مع ميه سخنه. انا بحب القرفه الستيكس اكتر من الباودر اللي هي العيدان دي بحيث طبيعيه اكتر وبتثبت مستوى السكر في الدم وبتزود الحرق. الجنزبيل انا برضو بحب الفريش اكتر من البودره. طب نعمله ازاي الجنزبيل ده؟ انا بتبشر او بيتقطع شرايح ويتحط في ميه بحط معه عصرة ليمون واغطيه شويه بعد ما احط الميه السخنه عشان الزيوت الطياره تفضل فيه وبعدين اشربه ما بصفيهوش هو بينزل تحت بشرب الميه بتاعته. حلو جدا. اوكي ميه مغليه بقى ولا ميه؟ ميه مغليه طبعا. الكمون بالليمون خطير على فكره. الشطه من الحاجات اللي بتزود الحرق والكافيين من الحاجات اللي بتزود الحرق بالذات في الشاي الاخضر. هو الشطه الشاي الاخضر عشان فيه الشطه كمان اتعمل لها مشروب؟ لا الشطه ما تعملهاش مشروب بس ما بتضاف على الاكل بتزود يعني زي مثلا خمس بقى في سلطه مانجا ما ممكن يبقى في مشروب شطه وانا ما اعرفش برضه يعني مش لا لسه مش عندها شيء اقول لك بس قصدي اضافه الشطه مثلا على حمص الشام على الشوربه على الرز بتزود الحرق. الفلفل الاخضر والاحمر الحامي بيزود الحرق فبرضه اكله بيشبع شويه. وطبعا الشاي الاخضر من الحاجات اللي بتزود الحرق. عريق بقى حاجه منهم يعني ولا هيبقى صعب؟ انا بحب قوي عريق للناس اللي ما عندهاش قرحه في المعده. معلقه صغيره خل تفاح على كوبايه ميه بقى عريق وقبل الاكل. وده كتره ما يعملش قرحه اصلا؟ ثلاث مرات في اليوم بس. لا لما بناخد معلقه صغيره على كوبايه ميه ما بيعملش قرحه. ميه ساقعه ميه فتره ده هايل وبيثبت مستوى السكر في الدم وبيساعد على الحرق. طيب ما تيجي نفتح صفحه الحلويات يلا بينا عشان الحلويات دي برضو مأساة عند ناس كتير. في ناس يعني ما يقدروش يعيشوا يومهم من غير ما يكون في يعني مساحه كافيه للحلويات ودي مشكله شويه لكذا سبب. خلينا نقوله ان الحلويات او السكر الابيض ادمان زي اللي مدمن مخدرات زي اللي مدمن سجاير زي اللي مدمن الكحول زي اللي مدمن اي دواء. دي الحلويات بتعمل كده فعلا. هي بتعلي نقل العصبي في المخ اسمه دوبامين ده هرمون السعاده فالمخ بيتعود عليه مش الجسم اللي بيطلبه. فبالتالي ان انا لو ما خدتش الحاجه الحلوه في اليوم ادوني الجرعه انا عايز الحلويات بتاعتي بتاعت النهارده ففعلا بيبقى ادمان مش هزار. انا من الناس اللي بحب اعالج الادمان ده لانها بتزيد يعني بعد ما كنت باكل مثلا حته شوكولاته قد كده وبتبسط ما بقتش تبسطني فبقيت باكل حته قد كده فبقيت باكل في الاخر بار قد كده عشان اوصل لنفس النتيجه اللي انا بوصل لها لما كنت باكل قد كده. اوكي زي اي نوع ادمان. ادمان فعلا ادمان مش هزار. هو الادمان عباره عن ايه؟ حاجه يعني زي الكافيين مثلا حاجه بتعدل المزاج بيقولوا فهي مثلا الحلويات من الحاجات اللي بتعدل المزاج. فما بنسيب نفسنا لكل يوم الموضوع بيزيد لان المزاج ما بيتعدلش بقى بالحته الصغيره دي. فلازم تتحل. لازم تتحل ازاي؟ بان احنا نقنن الكميه زي ما قلنا حته شوكولاته مش بار شوكولاته ويبقى مرتين ثلاثه في الاسبوع بس ما يبقاش كل يوم باخد. بس ممكن استبدلها بحاجات تديني السكريات وتبسطني بس ما فيهاش ادمان زي التمر. انا بحبه جدا ماشيه بيه في شنطتي على طول بيدي طاقه ومسكر فبيدي احساس السعاده. ولو الواحد هبطان او حاسس ان مزاجه عايز حاجه مسكره السكر الطبيعي سبحان الله بتاع الفاكهه ما فيهوش ادمان. هو يتخنش التمر ولا يعني الثلاث تمرات اكنهم ثمره فاكهه. اوكي فاي حاجه هناكلها زياده هتخن لان هو في الاخر سكريات. صحيح سكريات طبيعيه بس هيتخن. بس لو خدت لي 3 4 مش هيتخن. ايوه اكني خدت تفاحه بس يعني سكره اكتر اسرع عشان كده بناخده في رمضان لما بنبقى صايمين لانه بيوصل للمخ اسرع. احنا بننبسط جدا في كل مره بتصورينا فيها والله. 3 ساعات رغي ليه هنقسمهم بقى على الاسابيع اللي جايه ان شاء الله. ما مش اخر لقاء بينا اكيد ان شاء الله. نورتينا وبنشكرك شكرا جزيلا دكتور مروه. بجد انا وكريم بننبسط جدا من فقرتك هي ونورتينا حلوية صميمة جدا تبقوا عارفين وان شاء الله هيبقى فيه تاني لقاءات لان الفقرة دي الناس بتطلبها بجد. فقرة التغذية الاهلاوية بيطلبوها فيسعدنا ان حضرتك تكوني معانا مرة تانية ان شاء الله. طيب احنا فاصل نرجع بقى بعد كده هيبقى اخر فقرة معانا مظبوط عشان نتكلم بقى بالتفاصيل عن مباراة الامس. اتفضل بروح بحضراتكم انا وكريم واخر فقره معانا. وزي ما احنا تابعنا امبارح يمكن كان في مباراه بين الاهلي وسيمبا لكن هي كانت محيره للجميع صراحه يعني سواء هنا من ناحيه الاداء او طريقه اللعب او حتى التغييرات اللي حصلت. لكن على كل حال دايما بنحب نتكلم عن السلبيات علشان نعالجها وده يمكن برضو الموسيماني بيكون حريص دايما في المؤتمرات الصحفيه ان هو يتكلم عن السلبيات اكتر من الايجابيات بعد كل مباراه. خلينا نرحب بس بضيفنا في البدايه كابتن ابراهيم عبد الصمد نجم الاهلي السابق ونناقش بقى كل
النقاط دي. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل والله، مبسوطين حضرتك معانا. انا مبسوط اكتر ان انا بقابلكم. منور يا فندم، اهلا بيك. نبتدي بقى طبعا اكيد كلامنا عن مباراه الامس، وبطبيعه الحال كلمه سلبيات اتكررت كتير حتى في المقدمه دلوقتي. مباراه لم تخلو من الاخطاء، فما هي الاخطاء اللي حضرتك شفتها وانزعجت منها في ماتش امبارح، ورؤيتك لكيفيه تفاديها في المستقبل، وكمان فكره ان بعد فوز سيمبا وفيتا كلاب اصبح النادي الاهلي هو ثالث المجموعه، فبرضه كيفيه تدارك هذا الامر في الفتره اللي جايه؟ هو في اتجاهين في الماتش امبارح. لو كنا عايزين نبرر الهزيمه فاحنا ممكن نقول الجو كان قاسي جدا على اللعيبه، بقى لنا مده طويله بنلعب الساعه 7 ونص 8 في جو شتوي جميل في مصر، فوجئنا بالجو 35 درجه مع رطوبه شديده جدا 70%، فالامور كانت صعبه بالنسبه للعيب. نمره 2، الجمهور غير طبيعي، مفيش اي اجراءات احترازيه بالنسبه للجمهور، واحنا هنا بنلعب بدون جمهور، فبقالنا مده بنلعب بدون جمهور. صحيح. وبعدين فوجئنا بالجمهور حوالي 40,000 متفرج، ممكن يكون ده سبب بس مش مباشر الحقيقه. صحيح. يعني انا بحاول ابرر للعيب بس ده لو هنبرر ده بره بقى الناحيه الفنيه. الحقيقه يعني احنا ادينا للفريق في خطتنا للمباراه ان احنا ندافع بطريقه من بدايه المباراه بطريقه غير جيده، وبالتالي لعبنا بثلاثه ديفندرز. كان المفروض ان احنا اللي بيستحوذ على نص الملعب هو اللي هيبقى ليه الرياده في قياده المباراه. المفروض واحنا بنلعب ثلاثه في نص الملعب ان احنا نستحوذ، انما كان في سوء تمركز بالنسبه للثلاثه، مفيش ضغط خالص، مفيش الشراسه بتاعت اللعيبه سواء الثلاثه المدافعين او الاثنين اللي قدامهم في استخلاص الكوره. سيبنا للفريق فرصه كبيره جدا انهم يتناقلوا الكوره وانهم يخلقوا المساحات سواء في نص ملعبنا او في نص ملعبهم، وسيبنا لهم الفرصه انهم يبنوا الهجمات من نص ملعبهم، وبالتالي قدروا يفتحوا ثغرات كتيره جدا في نص ملعبنا، قدروا منها انهم يصوبوا على جون الشناوي اكتر من مره بدون ضغط من نص الملعب. والجون اللي احرزوه برغم ان هو قريب جدا من خط ال 18، انما اللعيب ميكي ده استلم ولف وعمل نص دايره وشاط بدون اي ضغط من المدافعين او الثلاثه الديفندر بتوع نص الملعب. ما كانش في ضغط فعلي على كل لعيبه بتوع سيمبا، وبالتالي كان ليهم اليد العليا خلال المباراه سواء ساعه الجون او قبل الجون او بعد الجون. فهي غلطات من عندنا احنا ان احنا ما فيش الضغط اللي احنا متعودين عليه من الثلاثه الديفندر بتوع نص الملعب في كل الماتشات اللي احنا لعبناها سواء في كاس العالم للانديه او في خلال الدوري المحلي اللي احنا بنلعبه. كان سر قوتنا الديفندرات بتاعتنا والاثنين اللي قدامهم انهم بيضغطوا على 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 الفريق المنافس وبيستخلصوا الكوره وبيبتدوا يبنوا الهجمات، دي افتقدناها امس قدام فريق سيمبا. زائد برضو مش عايز فريق سيمبا الحقيقه من الفرق القويه جدا اللي احنا ما كناش عاملين حسابها انها بالقوه دي. الحاجات الشتويه، اللعيبه الشتويه اللي جابوها في الاجنده في خلال يناير الحقيقه عملوا لهم قوه دفع كبيره جدا، ودي من الفرق اللي مستهان بيها. المفروض ان موسيماني وهو جاي من جنوب افريقيا عنده دراية كامله بالمستوى الافريقي ومستوى الفرق الافريقيه ومستوى اللعيبه اللي بينضموا للفرق الافريقيه. دي برضو الحقيقه يعني فاتته شويه ان هو يتابع اللعيبه الجيده اللي انضموا لفريق سيمبا في فتره الانتقالات الشتويه. طيب كابتن عبد الصمد، يعني هروح مع حضرتك للعذر اللي بيقال اللي هو الجو والحاجات اللي زي كده والرطوبه، بس احنا معلش احنا ما شفناش حتى يعني شراسه هجوميه اللي احنا متعودين عليها من الاهلي حتى في بدايه المباراه من الدقائق الاولى، ما كانش ده موجود، فمش حاسه ان احنا ممكن نعول حتى على النقطه دي بصراحه. يعني اللي هي البدايه بتاعت الماتش انا قلت لما شفت الفرقه بتتنقل الكوره ببطء قلت يمكن دي خطه المباراه انهم يعني يستنزفوا القوه بتاعتهم ونبتدي ناخد على الاجواء بتاعت المباراه، انما استمر هذا البطء وهذا مفيش ضغط من اللعيبه بتوع نص الملعب على الفرقه طول المباراه. صح. زائد ان احنا كمان معلش انا هدخل في نقطه ثانيه كمان حته التغييرات الحقيقه لما تيجي واحنا خلاص جه فينا جون لازم نعوض، مش شايف ان في الشراسه الهجوميه
ان احنا نعوض. شايف برضو تنقل الكرة ببطء في نص ملعبنا، بنحاول نبني الهجمات في فترات طويلة جدا، المفروض ان احنا نلعب على الجنبين بحيث نستغل الكرات العرضية اللي بيعملها وحيد واللي بيعملها هاني، انما ده ما كانش موجود. ما حصلش حتى واحنا بنعمل التغيير، طلعنا نزلنا السولية ونزلنا مجدي قفشة في نص الملعب عشان نزود القدرة الدفاعية مش عشان نزود القدرة الهجومية. وبعدين طلعنا بواليا، اللي هو المهاجم الوحيد اللي عندنا، وما نزلناش راس حرب، تاني الا لما نزلنا محمد شريف وطلعنا اكر، ابتدت الهجمات تبقى مثمره على 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 فريق سيمبا. كان لازم التغييرات تبقى مبكره عن كده بحيث نقدر نعوض الجون اللي جه فينا. زائد نمره اتنين في الناحية الفنية برضو، أيمن نزل في وقت متأخر جدا، برغم أن وحيد من اللعيبة الممتازة في هذا المركز وبيجيد الكرات العرضية، بس هي بينقصوا حاجة صغيرة جدا، بينقصوا الدقة في إرسال الكرة العرضية. ده اللي بيفرقه عن أيمن وعن معلول، ولازم يجدها في الفترات اللي جاية. لما نزل أيمن أشرف في الست دقايق اللي لعبه قدر يستخلص الكرة وقدر يلعب الكرة الجانبية، وقدرنا نعمل هجمات مضادة على الفرقة، وقدرنا نهاجم الفرقة سيمبا في التلت الأخراني بتاعتهم اللي احنا ما كناش بنشوفه في الفترة بتاع الشوط الأولاني ونص الشوط الثاني. فنزول محمد شريف الحقيقة وأيمن أشرف كان ليه مفعول كبير جدا، لو كان نزلوا من بدري شوية كان ممكن ان احنا نعوض الجون، وكان ممكن ان احنا نجيد اكتر من الإجادة اللي احنا كنا بنجيدها في الشوط الأولاني. حضرتك كنت تقول برضو في مجمل إجابتك على السؤال فكرة ان سيمبا التنزاني فريق قوي جدا واحنا ما كناش مدركين حجم قوته، هل الحقيقة ان هو اقوى مما توقعنا، ولا احنا كنا اقل من اللي المفروض نكون عليه في الماتش؟ انت جبت النقطة يعني وضعنا امبارح في اداء اللعيبة هو اللي خلى سيمبا يعلى بدرجة الكفاءة دي. لو كنا احنا بالشراسة الهجومية اللي استخدمناها قدام الفريق البرازيلي في كاس العالم كان هيبقى شكلنا احسن من كده بكتير قوي، انما كانش فيه شراسة ولا في الضغط ولا في الدخول، واحد ضد واحد كان ليهم الافضليه في كل التدخلات، واحد ضد واحد هم اللي بياخدوها، فما كانش عندنا الشراسه الهجوميه، البطء كان سائد جدا في كل الخطوط بتاعتنا، وبالتالي لو كان في السرعه اللي احنا متعودينها من لعيبه النادي الاهلي دي ما كانش هيبقى سيمبا بالقوه اللي احنا شفناها امبارح. اظن ان الوضع هيبقى مختلف لما يجوا يلعبونا في ملعبنا، هيبقى الوضع غير، واحنا شفنا القدرات الفنيه والكفاءه الجسمانيه بتاعتهم هنقدر باذن الله ان شاء الله نتغلب عليه. الظروف في المجموعه بتحتم علينا، بعد ما فيتا كلوب كسب المريخ امبارح 4-1 الظروف بقت احنا بقينا في المركز الثالث، الظروف بتحتم علينا، لازم نكسب فيتا كلوب في الداخل وفي الخارج عشان يبقى في 9 بونت ويبقى داخلين مع سيمبا في الفرقتين اللي بيتنافسوا في دور الثمانيه. طيب كابتن ابراهيم، انا بحاول انا وكريم طبعا نروح للمحاور المختلفه، هنتقل بعد اذنك للدوري بقى فيما هو قادم، وعندنا دلوقتي يعني ماتشات كتيره وبطولات مفروض نركز فيها. ما هو قادم بقى في الدوري حضرتك بتشوفه ازاي؟ هل نقدر ان احنا او هنستطيع ان شاء الله ان احنا نحافظ برضو على اللقب؟ مين يعرف من حضرتك؟ لا، الاهلي يعني مليء بالكفاءات الفنيه واللعيبه اللي هم كانوا معارضين لفرق اخرى، جم محمد شريف يعني اكرم توفيق، الحقيقه اضافات جيده جدا للفريق، والفريق بيضم لعيبه ممتازه جدا، احنا بس الظروف بتاعت الاصابات الكتيره قوي، اصابات كتيره جدا نظرا لتعاقب الماتشات كل 3 4 ايام ماتش، ما تقدرش تثبت فرقه، لازم يحصل عمليات التدوير في الفرقه خلال الفتره دي عشان تتجنب الاصابات، وبرغم ان عمليات التدوير بتجرى بطريقه جيده جدا في داخل الفرقه، انما ما زال عندنا اصابات كثيره جدا في الفرقه احنا محرومين منها، زائد الايقافات للشيخ بعد ما حصل منه في كاس العالم، ف مع ماتش الزمالك مش كاس العالم، ففي ايقافات للشيخ فحرمنا من جهوده في الماتشات الافريقيه، انما الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله في الدوري ما يتخافش علينا، وان شاء الله
في البطوله الافريقيه برضو ما يتخافش علينا بعد ما الاصابات. انا شايف ان مجموع الاصابات اللي موجوده ابتدوا كلهم يخفوا، ابتدوا كلهم يرجعوا مع الفرقه، مع 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 دخول اللعيبه دي كلها فرقه، هيبقى قدام شيماني يعني تشكيل كل ماتش يبقى ليه تشكيل غير، ونقدر نعمل عمليات التدوير سواء في الماتشات اللي في الدوري او الماتشات اللي في الكاس او في ماتشات في دوري افريقيا. هو بس في حاجه هيك تقصد بالشيخ ده الشحات صح؟ الشحات حسين الشحات مش حسين الشيخ. طيب برضه فكره ان الاهلي من بطوله على بطوله، من مباراه قويه على مباراه قويه بعديها، فكره الضغط ده كله وسفر ومعسكرات و و و الى اي درجه ممكن الكلام ده ينعكس بالسلب على مشوار النادي الاهلي سواء افريقيا او حتى محليا في الدوري؟ لا، الاهلي طول عمره بيتحمل الضغوط. اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي برغم ان ضغوط جامده جدا جوه النادي، اللي ما بيتحملش الضغوط ما يقدرش يقعد في النادي. في امثله كتير، في لعيبه كتيره جدا جم عندنا في النادي برغم انهم مهاراتهم عاليه جدا ومستواهم جيد جدا، انهم ما تحملوش الضغوط سواء من الاعلام او من الجمهور او من النقاد، فما تحملوش ضغوط ما بيقدروش يستمروا. فالمجموعه اللي موجوده في داخل النادي الاهلي دلوقتي كلهم بيتحملوا الضغوط، وشفناهم في الماتشات كلها قادرين يتحملوا الضغوط سواء في الماتشات الافريقيه او في ماتشات الدوري او في الماتشات بتاعت كاس العالم يعني. فكل المجموعه الموجوده الحقيقه مؤهله انها ان شاء الله باذن الله تكسب الدوري وتكسب الكاس ان شاء الله، وان شاء الله يبقى لينا دور في الدور الثمانيه باذن الله، بحيث لازم زي ما قلت قبل كده لازم فيتا كلاب بنكسبه داخل وخارج، بحيث يبقى عندنا 9 بونت، يبقى احنا وسيمبا ان شاء الله باذن الله المؤهلين لدور الثمانيه ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم اكتر او بشكل اكتر تفصيلا عن الفرقه بتاعتنا ووجهه نظر حضرتك طبعا في فكره هنا ايه التشكيل الامثل بعد العوده من الاصابات اكيد والغيابات، يعني لما يبقى عندنا كل الفريق مكتمل ايه التشكيل اللي حضرتك بتشوفه بقى، عشان كمان عندنا يوم الاحد طلائع الجيش، فوجهه نظر حضرتك المفروض مثلا على سبيل المثال هل المفروض موسيماني يبدا بيه برده بواليا ولا بمحمد شريف؟ يعني خليني اعرف برده حضرتك بتشوف موسيماني نفسه بيفكر ازاي لما بيدفع ببواليا في البدايه او في بدايه المباراه؟ معلش انا رايي الشخصي انا فضل. يعني انا رايي الشخصي انا هو طبعا بيبقى موسيماني هو اللي عايش جوه الفرقه وهو اللي ليه اداره كامله بمستوى كل اللعيبه اللي موجودين عنده، وبالتالي هو الاقدر من اي حد انه يحط التشكيل المناسب في كل مباراه. ده ادوات المباراه. انما انا شايف ان محمد شريف لازم يبقى ليه دور. طبعا. الحقيقه وهو لما كان معار لنادي انبي كان هو الهداف بتاع نادي انبي والهداف يعني قرب من المنافسه على هداف الدوري، وبالتالي لما جيب واليا راح موسيماني ابتدى يحط بواليا وحط محمد شريف هو اللي بيبقى دايما احتياطي وبينزل ربع ساعه او 10 دقائق في الاخر. انا رايي ان محمد شريف لازم يبقى ليه دور اكبر من كده في بدايات المباراه. محمد شريف من النوع اللي هو بيجيد خلق الفرص لنفسه داخل ال 18، بيجيد احتلال الاماكن المنافسه، بيجيد احراز الاهداف من نص فرصه، فمفروض ان احنا نديله الثقه بنفسه من اول وجديد. محمد شريف لازم يبقى ليه دور في المرات اللي جايه. الحقيقه برضو بنون الحقيقه اضافه جيده جدا طبعاً لمدافعين النادي الاهلي. عنده ميزات غير طبيعيه، عنده الاتزان النفسي غير طبيعي، قائد داخل الملعب، من الناس اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنهم في كل تشكيل. انما برضه في وقت من الاوقات انا شايف موسيماني الحقيقه مراعي الحته دي وبيديله لما بنبقى مطمنين على الناحيه الدفاعيه بيطلعه وبيبتدي يدي للزملاء الاخرين اللي يشتركوا في نص عشان يديله برضه الراحه الكافيه عشان توالي المباريات سواء المحليه او الافريقيه. تمام. طب حضرتك كابتن ابراهيم يعني عاصرت الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه في مراحل سابقه وحاضر اللي بيحصل حاليا، هل نقدر نقول ان الصحافه الرياضيه وان السوشيال ميديا بصفه خاصه اصبحت اداه هدم اكثر ما هي اداه بناء؟ الحقيقه انا معاك مليون المية في القصه دي. الاول احنا واحنا موجودين في الملعب وبنلعب، الحقيقه الصحافه والصحفيين كانوا متساويين بين الانديه كلها سواء الاهلي او الزمالك او طلائع الجيش او وكتاباتهم كلها وتحليلاتهم خاليه من الاهواء خاليه من الاهواء خالص ومجرده من الاهواء الشخصيه بتاتا يعني. انما انا شايف دلوقتي مجموعه انا رايي الشخصي انهم مش مؤهلين اعلاميا انهم يبقوا صحفيين وانهم يقدروا يكتبوا على الاهلي، وبالتالي ابتدوا
يسيروا المشاكل بين الأندية الكبيرة، وهم فاهمين أن كده اسمهم هيعلى وهيكبر، ومجموعة من المشاهدين والجمهور بينساقوا وراهم، وهي دي اللي خلق المشاكل بين الجماهير كلها سواء الأهلي أو الزمالك، وأصبح الترند هو سيد الموقف بالضبط كده. فبالتالي المشاكل ابتدت تزيد، لما المشاكل ابتدت تزيد برضو ممكن يوصلوا التوتر والمشكلات دي للعيبة داخل الملعب، وبالتالي يبقى المشاحنات داخل الملعب، وحصل في ماتشات بين الاهلي والزمالك ان اللعيبه تشحنوا مع بعض وفي ايقافات حصلت. كل ده من الاعلام غير الهادف. اتمنى ان برضه الناحيه الاعلاميه ما فيش حد يشتغل في الاعلام الا لما يكون معاه الشهادات اللي تؤهله انه يتكلم في الاعلام عن الاهلي او الزمالك او سلوكيات اللعيبه. والله يا كابتن ابراهيم في اعلاميين كبار ولهم اسم يعني مرموق على الساحه، ومفروض معاهم الشهادات اللي حضرتك بتقول عليها، ولكن بيتفوهوا بما لا يليق باي شيء، حتى بما لا يليق بمكانتهم. فده بنشوفه وشفناه مؤخرا، وده اللي انا كنت عايزه بقى اروح استكمالا لنقطه كريم. هي بس ما اصبحتش سوشيال ميديا فقط، هو اصبح في يعني هرج إلى حد كبير من بعض الإعلاميين على الساحة، وده مش مفهوم. يعني حتى ما ينطق به مش مفهوم، يعني أنت عايز توصل لإيه أو رسالتك في الآخر إيه هي؟ وبعدين أنت ليه بتعمل كده تحديدا؟ أنا بقى هتكلم عن النادي بتاعي، بتعمل كده ليه مع النادي الأهلي؟ ما بنذكرش أسامي حد، الموضوع معروف يعني. فده برضو مش غريب جدا. ما هو زي ما قلت لحضرتك، هم فاهمين ان كده ان هم اسمهم بيعلى على المستوى الاعلامي، واسمهم بيعلى ويبتدوا يبقوا مطلوبين في كل الجهات الاعلاميه، انما ده خطا. وبرضو العكس صحيح. إيه؟ يعني العكس صحيح، العكس صحيح خالص. المفروض يبقى انت يعني متساوي مع كل الجهات سواء الاهلي او الزمالك او 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 او، بحيث ما تسويش المشاكل. الروح الرياضيه، الروح الرياضيه زمان الروح دي كانت غير طبيعيه بين طبعًا كل بين طبعًا كل الجمهور. يعني كنا واحنا بنلعب الجمهور الزمالك وجمهور الاهلي بيبقوا قاعدين في المدرج، ده بيشجع فرقته وده بيشجع فرقته، محدش بيجول على حد في التشجيع. ما فيش بيت مصري ما فيهوش يعني فرق مختلفه بينتموا ليها او بتنتمي ليها الاسره الواحده، عادي يعني طول عمرنا كده. وكان يعني تلاقي تبص على المدرج تلاقي الفنانين والفنانات والاسر جايبين عائلاتهم بيتفرجوا. دلوقتي برغم ان ما فيش جمهور يعني، انما القله بتثير المشاكل داخل المدرجات، والاعتراض على التحكيم بقى موجود لانهم بيثيروا اللعيبه كمان. يعني التشجيع والاعلام بيخلي اللعيبه مصاره من بدايه المباراه، وبالتالي اي اجراء او اي من الحكم اي اجراء بيقوله بتلاقي الاعتراضات كتيره جدا ما بنشوفهاش في المباريات العالميه. مفيش الاعتراضات اللي احنا بنشوفها في الماتشات دي، والسبب كله الاعلام غير الهادف. حلو، ده بقى يتعالج ازاي؟ ايه اللي لازم يحصل ولازم يستجد عشان نرجع تاني للفتره الزمنيه اللي كان الاعلام الرياضي فيها محايد وموضوعي، وطبعا بيعلي من شان الروح الرياضيه، وبطبيعه الحال في احترام متبادل لكل الفرق. انا شايف ان كل الجهات مسؤوله، يعني الادارات بتاعه الانديه مسؤوله انها تشوف مين الاعلاميين الغير هادفين، تمنحهم من دخول النادي وتمنحهم من يبقى في محاسبه يعني ورقابه، هي دي القصه. والناحيه الاعلاميه الناس اللي بيشتغلوا في الاعلام ليهم رؤساء وليهم قاده يقدروا يحاسبوهم ويمنعوهم من انهم يخلقوا هذه التوترات وهذه المشكلات. من كل الجهات لازم تشتغل في القصه دي. اللعيبه لازم تبعدهم عن السوشيال ميديا وعن انهم يعلقوا على اي حاجه بتتقال، وبالتالي انت بتمنع اللعيبه عن اي مشاكل واي سلبيات بتحصل في الوسط، بيبقى انت كده حجمت دور اللعيبه وبعدتهم عن المشاكل. الاداره الاعلاميين زي ما بقول الاعلاميين اللي هم بيثيروا المشاكل بتمنعهم انهم يدخلوا وياخدوا اخبار عن الفرقه وعن اللعيبه وعن الاداره. كده يبقى انت الاداره بتاعه النادي قامت بواجبها. الناحيه الاعلاميه ليهم رؤساء وليهم قوات لازم يمنعوهم، ولازم يبقى ليه حد لازم في محاسبه للناس دي انهم ويبعدوهم عن الجو الاعلامي. هو بيثير مشاكل مع النادي الفلاني يبعدوه عن النادي الفلاني، ويبقى في لو امل حاجه يبقى في محاسبه. حضرتك الثواب والعقاب موجود في اي حته، لو ما فيش ثواب وعقاب الدنيا مش هتبقى. عشان كده بيقولوا دايما من مش عارف من امن العقاب بين اساء الادب. صحيح، عندك حق.
عموما احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله نرجع نلتقي مع حضرتك مره تانية قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا سعيد بوجودي معاكم، وتمنياتي ليكم دايما والقناه الاهلي دايما بدوام التقدم والتوفيق. شكرا لك يا كابتن، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا انا وكريم في الاسبوع ده، يعني من 10 الصبح في الاهلي. شوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده، وهيبقى يوم المباراه بقى يوم الاحد باذن الله الاهلي وطلائع الجيش. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا. مع السلامه.